وأماكنها السياحية وغيرها من الأخبار العاجلة والمعلومات المفيدة مع خدمة محليات. للاشتراك أرسل الرقم 3 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 60770 لمشتركي موبايلي أو إلى 70230000 لمشتركي زين. محليات، تعزيز لهويتك ومحبتك لوطنك. لإعلاناتكم على باقة قنوات المجد الفضائية يرجى الاتصال على الرقم 00966501220011. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم كوكتيل. وعندنا اليوم مهارات، زي ما انتم عارفين كل يوم خميس تكون حلقتنا عن مهارات. جزئين سنناقشها في هذه الحلقة، الجزء الأول من برنامجنا اليوم اللي هو جزء إدارة المشاعر أو فن إدارة المشاعر، والجزء الثاني اللي هو فن الإنصات. برنامجنا خفيف لطيف بإذن الله عز وجل، نناقش هذه المحورين بشكل يعني مبسط وجميل جدا، وسنناقشها مع دكتور وخبير ومستشار تربوي متخصص في هذا المجال، ألا وهو الدكتور محمد العامري. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم بجميع المشاهدين الكرام، ونتمنى بإذن الله سبحانه تكون حلقة ممتعة ومفيدة بإذن الله عز وجل. محاورنا بإذن الله ستكون أكثر تبسيط وأكثر وضوح، نحاول نستخدم فيها أكثر من مهارات، يعني نطلع نشرح على السبورة، نسوي بعض التمارين يعني بيني وبين الدكتور، يكون فيها نقاش، فيها اتصالات، فيها حوارات. نرجو أن تبقوا معنا متابعين ومستمتعين ومستفيدين بإذن الله عز وجل. نطلع فاصل، لا تروحون علشان نواصل. والمؤمن طلع الوجود مسلما، أهلا بمن حاز الجمال مسلما. المقصود بضبط النفس انه التفكير قبل انك تتكلم في شيء. ضبط النفس يشمل حاجات واجد، انه ضبط النفس عن المحرمات، ضبط النفس انه تهذيب النفس، يعني تشمل الجمل، كلمه ضبط النفس تشمل حاجات واجد تحتها، يعني فهمت علي كيف؟ نفسك من ناحيه مختلفه، ممكن من ناحيه الشكل، ناحيه الادب، يعني نواحي مختلفه. تملك نفسك في حال غضب مثلا، رده الفعل، تكون متحكم في نفسك في اراده نفسك. يكون الإنسان عنده سرعة بديهة في بعض المواقف، ممكن أنه يقدر يضبط نفسه فيها ويقدر يتصرف التصرف الصحيح. تمالك النفس عند الغضب، كبح النفس، وعند الصبر عند بعض الأخطاء، وإعطاء الشخص الذي أمامك عذر. وشوف على حسب موقف، وتختلف من إنسان لإنسان. في إنسان عفوي، فهمت علي كيف؟ في إنسان لا يفكر قبل التصرف، فهمت علي كيف؟ بس كل الناس ملزمين انه يعني لازم تضبط نفسك، لازم تتصرف بحكمه في الموقف على حسب المشكله اللي تواجهها، سواء ايجابيه او سلبيه، فهمت علي كيف؟ ممكن يضبط نفسه في مواقف
يقدر هو يضبط نفسه ممكن لا. والله الناس يختلفون حقيقة، في ناس يستطيعون يسيطرون وفي ناس ربما لا يستطيعون. في شخص يقدر يضبط نفسه وقت الغضب، وفي ناس يقدر يضبط نفسه وقت الفرح، وفي ناس ما تقدر تسيطر على مشاعرها. يختلف عن شخص وشخص، بعض الناس يكون إيمانه قوي، يكون صبره في المواقف الحرية يعني يكون صبره قوي مرة ويصبر وعادي ما، وفي ناس لا بالعكس يعني يكون إيمانه ضعيف وتلقاه يتنرفز ويعصب ولا يقدر يمسك نفسه. يعني الإنسان يتعود على الشيء هذا مع مرور الأيام، فهمت علي كيف؟ إنه والله في بعضهم ما يقدر يتحكم في مشاعره، تصل للحقد، تصل كمثال الحب العفوي بالزيادة، فهمت علي كيف؟ في إنسان لا عارف هو كيف يسيطر على مشاعره، كيف يسيطر، لا والله هذا الإنسان ممكن عامله بأسلوب، لا هذا الإنسان ممكن تصل يعني محبتي لها إلى حد معين، في إنسان يعني بياخذها بعملية شوي، في إنسان عفوي. بالتفكير العميق، بالتفكير السليم، يستطيع الإنسان أنه يخطط نفسه التخطيط السليم. أكيد بالتطوير يطور نفسه الإنسان. نرجع بعد الفاصل بعد ما شفنا استطلاع سريع عن آراء الناس وإيش يقولون وإيش وجهة نظرهم تجاه يعني ضبط النفس أو إدارة المشاعر بعبارة أدق، وجدنا يعني عبارات أو آراء يعني مختلفة متنوعة لكنها تصب أحيانا في اتجاه واحد. خلوني أبدأ أنا مع ضيفي الدكتور محمد أناقش أو أسأل عن أهمية إدارة المشاعر. ليش إحنا يعني كبشر نحتاج إلى هذه المهارة بشكل واضح ودقيق في حياتنا اليومية؟ أولا أنا يعني أتقدم بالشكر أجزل والتقدير أجله لقناتكم الرائعة على اختيار هذا الموضوع الهام بالنسبة لحياتنا. أشكرك. إحنا بشكل يومي نتفاعل مع هذه الحياة، الإنسان هو بطابعه عنصر اجتماعي فعال، الإنسان لا يمكن أن لا يعني يؤثر ويتأثر في هذا المجتمع. هناك كثير من المتغيرات موجودة حولي، كثير من المثيرات الموجودة حولي، إذا لم أستطع أن أتحكم في مشاعري خاصة في هذا العصر اللي احنا موجودين فيه الآن مع تصارع الأحداث من حولنا، سواء كان أحداث الآن يعني ملموسة أو غير ملموسة، احنا الآن صرنا نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، صرنا نتعامل الآن مع وسائل في الشارع وفي البيت وفي الأسرة وفي العمل، وبالتالي صارت عندي الآن نسبة المثيرات عالية جدا. أصبحنا نحتاج جلسات توقف نتكلم فيها عن كيف نستطيع أن ندير هذه المشاعر وهذه العواطف الموجودة بجانبنا. النفس البشرية مثلها مثل العربة، يجرها دائما حصانين، حصان الإرادة وحصان الرغبة. إذا اجتمعت الاثنين سوا صارت هذه النفس البشرية وتحركت. طيب الآن في حياتي أنا موجود عندي اليوم كثير من العواطف اللي تجرني، أما أنا أتحكم فيها أو تتحكم فيها. اليوم أنا أشاهد التلفزيون أو أنا أدخل الإنترنت، هناك كثير من الأشياء التي أشاهدها وكثير من الأشياء التي تثيرني، بالتالي أنا أحتاج اليوم أني أعرف ما هي الأسلوب الإجرائي اللي أستطيع من خلاله أتحكم في هذه العواطف وأديرها. جميل. دكتور لو أنا اشتريت جهاز جوال أو اشتريت مكيف أو ثلاجة، ساعنا أن هذه الليلة كلها أقرأ عن الكتالوج حقه وكيف أستطيع أتعامل معه وكيف أستطيع أتواصل معه وكيف أستطيع أن أنا أجيده. جميل. عندي طريقتين، أما أني ألعب في إعداداته وقد أخسره، وعندي الطريقة الثانية أن أبدأ أتفاعل معه بشكل أكبر. جميل. لذلك نقول خلوا هذه الحلقة تكون دعوة لنا جميعا نتعرف على الجهاز الداخلي اللي عندنا. جميل. كيف نستطيع ندير حياتنا بفعالية أكبر. جميل. أنت ذكرت يا دكتور الحين التعرف على الجهاز الداخلي في حياتنا، لعله يعني علم إدارة الذات يعني علم يعني قديم، وحتى هو من الأشياء اللي أتت بها الشرائع السماوية في ضبط النفس وكبت الغضب والتحكم في النفس، لكن لعلي يعني كعلم منهجي تطور هذا العلم اللي هو إدارة المشاعر، وأصبح إنه والله أصبح له أسس وله نظريات وله أدوات، لعلك يعني ممكن تعطينا لمحة. يعني ممكن الآن أصبح يتكلم عن الذكاء العاطفي، أنت تتكلم عن الذكاء العاطفي بمستوياته المختلفة اللي هي مستوى اللي هو المستوى الشخصي وإدراك النفس لذاته وكيف يتحكم بذاته، وكذلك إدراكه للمجتمع من حوله وبناء العلاقات مع هذا المجتمع. هذه تقريبا بشكل عام اللي هو الذكاء العاطفي. لعله يعني أهمية تطور هذا العلم في مراحل يعني متغيرة تعطي يعني نوع من أنه والله أصبح هذا العلم من العلوم الأساسية للإنسان، أنه والله يتسلح بها ليعيش سعيد، ليعيش واثق من نفسه، ليعيش يستطيع أن يتفاعل مع يعني عناصر الحياة من حوله. صحيح. محمد عثمان النجاتي
وضع كتابين جدا جميل. الكتاب الأول اسمه علم النفس في القرآن الكريم، جميل، وكتاب ثاني اسمه علم النفس في السنة النبوية، جميل. كتابين جميل. أنا أنصح كل أب، كل يعني يحب شخص يحب يطلع على المعرفة يرجع لها عشان يعرف أصول ما يسمى بعلم النفس في جانب الشريعة. تعيد الكتاب الأول دكتور؟ الكتاب الأول كتاب علم النفس في القرآن الكريم، تأليف محمد عثمان النجاتي. الكتاب الثاني علم النفس في السنة النبوية. هذين الكتابين يعني يعطونا فكرة عن تطبيقات علم النفس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى دلنا على هدي بكيف نستطيع ندير هذا الشعور. جميل. يعني إذا كانت عندنا هذه العواطف موجودة فلا بد أن الله سبحانه وتعالى سيدلنا على آيات وأحاديث ويرسل لنا رسول حتى نستطيع نديرها. يا سلام. وبالتالي لم يفرط الله سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء. أنا ذكرتني بآية قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. صح. يعني أنت تتكلم عن مستوى كظم الغيظ، هذا مشاعر. صحيح. وتتكلم عن مستوى أعلى اللي هو العفو عن الناس، بل مستوى أعلى آخر هو الإحسان. صحيح. يعني أنت انتقلت من مرحلة بس مش غضب إلى أن تصبح محسن. صحيح. يعني سبحان الله، والله عز وجل يعني لما رتب عليها الأجور ورتب عليها المنازل العليا في 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 الجنان، هذا دليل على أهمية هذا الموضوع ومن سماحة هذا الدين ولطف الله عز وجل بالعبيد، أنك أنت تتعلم مهارات رائعة جدا تفيدك في حياتك ويرتب الله عليها عز وجل. صحيح. الأجر والمثوبة في الدار الآخرة. صحيح. والله سبحانه وتعالى أيضا يعني في القرآن الكريم وضحنا الله سبحانه أن الإنسان خلق في كبد، فهو خلق الإنسان في حالة صراع دائما مع هذه الحياة. جميل. في كيف يستطيع أنه يعملها، ودلنا الله سبحانه وتعالى أنه في الحياة لدينا جانبين دائما، بذل الأسباب والتوكل. جميل. وفي السنة النبوية نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يوضح لنا كيف نستطيع أن ندير هذا السلوك، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. جميلة. ويدرنا الرسول صلى الله عليه وسلم على كيفية إدارة المشاعر، إذا كنت غاضب اجلس، إذا كنت جالس اضطجع، يدلنا على الوضوء ويدلنا على الاستعاذة من الشيطان الرجيم، يدلنا على التأمل. وأيضا في القرآن الكريم هناك إشارات واضحة على أهمية التأمل داخليا، التأمل في أنفسنا، في أنفسهم أفلا يبصرون. صحيح. إذن ننظر في أنفسنا، نتعلم في أنفسنا. هذه إذا تحدثنا أنه لهذا العلم الآن له أصول، له علم النفس، أنا أتحدث عن علم النفس. جميل. هل له أصول في شريعتنا؟ نعم، هناك في شريعتنا وفي كل الديانات السماوية تحدثت عن أهمية إدراك الذات الداخلية. جميل. علي بن أبي طالب يقول أتحسب بأنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ صحيح. إذا أنا في داخلي عالم ضخم، هذا العالم أنا مسؤول أني أتأمل فيه. أنت ذكرت دكتور، أنا ما ودي أتعدى هالنقطة لأنك تكلمت عن الذات وعن داخلك، يعني داخل الإنسان عالم كبير جدا. احنا مشكلتنا احيانا ان قد لن يعني نلقي بال للحديث الداخلي داخل النفس، داخل الذات، الرسائل الإيجابية، الرسائل السلبية، المشاعر اللي تتولد عند الإنسان. احنا نشعر ان مرتهنين للظروف الخارجية، يعني انا والله تقول والله هذا جازع علني، هذا ما اعطاني، هذا نرفزني. مجرد الشعور بهذا يعني القاء اللوم على الأشياء الخارجية، هذا معناته انه انك انت تسلب الاراده الداخليه التي لديك. انا ودي المعنى انه هو يعني اداره المشاعر الركيزه الاساسيه، يعني هي انطلاقها من الذات. يعني اغلب يعني يعني بل يعني زي ما ذكرت ان الله لا يغير ما، يعني في القران الله عز وجل ذكر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تغيير خارجي لا تستطيع الوصول اليه الا بالتغيير الداخلي. فانطلاقنا في الحياه، تفاعلنا في الحياه هي يعني باتجاه واحد، اتجاه من الداخل إلى الخارج. يعني حين الناس تظن أنه والله أنا التفاعل الظروف الخارجية التي تحكمني. فلعله هذه النقطة يعني نركز عليها دكتور، أنه والله أنك أنت لديك زمام الأمور وأنك أنت تتفاعل داخليا وتتحكم في المحيط الخارجي. نعم. البعض قد يلوم علينا فكرة أنه إحنا نقول أنه أنت داخلياً، إذا كنت عندك اعتقاد داخلي بالذات فأنتم تعظمون الذات لدرجة أنكم توقفون عملية القضاء والقدر، وأنه بالذات إذا كنت أنا مؤمن داخلياً بذاتي معنى ذلك أن أنا أتحكم في كل شيء خارجياً. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر، نحن نقول أن القدر مكتوب، ولكن نحن أمرنا بذل الأسباب. صحيح. من بذل الأسباب، إذا اعتبرت أن هذا الجسد وهذه الإرادة هي عبارة عن سفينة أنا أعبر بها في عباب هذه الدنيا حتى أصل لهذه الجنة، لجنتي التي يعني أنا أمرت بأن أكون خليفة في هذه الأرض، بالتالي أبذل الأسباب. إذن كيف أستطيع أن أبذل الأسباب؟ إحنا نتحدث عن بذل الأسباب. بذل الأسباب، من بذل الأسباب أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقني ضعيفا، إنما الله سبحانه وتعالى أعطاني مجموعة من الأدوات لتساعدني على النجاح في هذه الحياة، والدور الواجب علي هو أن أفعل هذه الأدوات.
إبراهيم عليه السلام يقول إنما محياي ولاحظ محياي بمعنى كل التفاعلات مجدد حياتي، ونسكي إذن كل التفاعلات الدينية، ومماتي إذن حتى الممات يرى أنها كلها لله سبحانه وتعالى. إذا نحن ما نتحدث عنه كيف نستطيع أن نفعل هذه المحيا، والمحيا نقصد به هذه الذات، هذه الأنشطة والفعاليات التي نعملها. كيف أستطيع أن أوجه حديث الذاتي؟ كيف أستطيع أن أوجه أفكاري؟ إذا نحن لا نتحدث عن التحكم في القضاء والقدر، نحن نتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر وبذل الأسباب. صحيح. وبالتالي كيف أستطيع أني أنا أدير هذا الذات حتى أستطيع أن أنجح؟ أنا الله سبحانه وتعالى عندما خاطبني بأنه سيجعل في الأرض هذه خليفة، إذا أنا مفروض أني أنا أقوم بهذا الدور. هو دور الإمارة. دكتور يعني بالاعتقاد حتى في الشريعة، أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. في رواية أنا عند حسن ظن عبدي بي. طيب أنت الآن ظن بالله عز وجل، إذا ظننت بالله يعني هذا من الاعتقاد والتوكل واليقين بالله عز وجل، أني أعتقد أن أنا عند ظن عبدي، أن عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يعني إذا ظنيت بالله خير بإذن الله أن الله عز وجل سيعطيك خير. صحيح. يعني هذا شوف تتكلم على مستوى إيش اللي هو الاعتقاد الداخلي. صحيح. لما أتى حديث الإنكار أنك تنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع في إيش فبقلبك. تعال على مستوى الإنكار بالقلب، إيش فائدة الإنكار بالقلب؟ أنا أقول والله تعال شفت منكر معين خلاص ما استطعت أن يغير بيدي ولا بلساني، طيب إيش الفائدة بالقلب؟ الفائدة بالقلب أنك أنت تحرك مكامن الإيمان وتنبه عقلك اللاواعي أن هذا الشيء خطأ وهذا نوع من المقاومة لهذا الخطأ وأنك ما ترضاه. فأنت مجرد هذا الشيء الداخلي يعني لو أن له ليس له أثر لما أتى به الشرع. صحيح صحيح. فهذه يعني نقطة مهمة في الارتكاز على الذات. وأنا أضيف شيء آخر، أنه إحنا كبشر يعني في هذه الحياة ديننا أعطانا مفاتيح، من ضمن هذه المفاتيح مفتاح أساسي أنه نحن لا نختار القضاء والقدر، لكن نستطيع إدراكنا واستجابتنا تجاه هذا القضاء والقدر. نحن نؤمن بهذا القضاء والقدر، ولذلك المؤمن كل حياته خير. لماذا؟ صحيح. خير إن أصيب بضراء شكر، وإن أصيب بخير شكر. الإنسان يصبر. صحيح. هذا الصبر هو شكر لله سبحانه وتعالى. إذا أنا مأمور بإني أبذل الأسباب، ومن بذل الأسباب إني أتعلم، أتعلم كيف أستطيع أدير هذا الأمر. قد يكون الغربيين أو العرب أو المسلمين وصلوا إلى علو في مجال علم النفس، لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة التحكم في القضاء والقدر، إنما هم وصلوا لمرحلة أن يساعدونا أن نفهم نحن أنفسنا. جميل. نفهم كيف نستطيع أن ندير عواطفنا في هذا الأمر. جميل. 1879 1879 حصل 97 حصل شيء جميل، اللي هو ويليام فوندت سوى أول مختبر لعلم النفس. هذا التاريخ ليش أنا ذكرته مرتين؟ 1897 يجب أن نذكره. جميل. هذا بداية مولد علم النفس. جميل. بمعنى ما قبل هذا التاريخ كان فلسفة. إذا كنا نتكلم عن السرد التاريخي كيف تطورت مع الأمور، ما الذي حصل في هذا التاريخ؟ ما قبله كنا نتوقع توقعات، أنا أتوقع بأسلوب أن ندير مشاعر كيف نديرها، أنت تتوقع كيف إدارة مشاعر، بس ما عندنا تجربة معملية في المعمل، ما عندنا تحييد للمثيرات. جميل. هذا التاريخ ويليام فوندت سوى معمل، جاب مجموعة من الشباب وصار إيش يسوي؟ يسهرهم، يخليهم يسهرون، ثم يعرض أمامهم، كان ذاك الوقت ما فيش عندهم بروجكترات، كان عندهم ستائر، يعرض قدامهم ستائر يخليهم يشوفوا، ثم يضغطوا على على زر عشان يوضح الفرق ما بين المثير والاستجابة. جميل. وبدأت تتولد عندنا مدرسة السلوكية. هذا التاريخ تحديدا ليش أنا ذكرته؟ لأنه من هنا بدأنا ندرس كيف نحن نستطيع أن ندير عواطفنا. جميل. من هنا بدأ ما نسميه اليوم علم النفس والدراسات. تخيلوا 100 سنة الآن من الدراسات والبحوث في كيف أنا أستطيع أن أنا يعني أرد على استثارة موجودة حولي. جميل. دراسات بحوث، دراسات ماجستير، دراسات دكتوراه. طب هل ممكن يأتي شخص ما ثم يقول لي اليوم نهمل هذا كله ونقول والله أنا ما أقدر؟ مجرد نظريات أو مجرد أشياء أو كلام. يعني لعله المسار التاريخي لهذا العلم من خلال التجارب ومن خلال يعني الاستخدام الكبير للبشرية من خلال السنوات المتراكمة أعطت نتائج واضحة. من خلال دراسات يعني البحث العلمي أصبح الآن يعني يجيب عن كثير من الأسئلة وبكل دقة من خلال التجارب يعني الواضحة. استأذنك دكتور بس أنا عندي مداخلة من الأستاذة نوال السيف. حياك الله أستاذ نوال. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا سعيدين بمشاركتك معنا في هذا البرنامج، وخاصة موضوع اللي هو فن إدارة المشاعر. لعلك تعطينا لمحة يعني عن هذا الفن اللي هو إدارة المشاعر، مداخلة يعني
تتحف وتثري هذا البرنامج. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاعر أو شيء نعمة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان طول ما هو عايش بهذه المشاعر بجميع أنواعها هو يمكن يعيش بطريقة سليمة وبشكل طبيعي في الحياة. وفي تجربة تم استئصال الجزء الخاص في المشاعر في مخ الإنسان، فقد الإنسان القدرة على التعايش بطريقة صحيحة أو اتخاذ القرار أو التعاون أو التنافس. بمعنى فيه رجل تم استئصال لسبب آخر لمرض، استئصال الجزء الخاص بالمشاعر، ما قدر يتخذ قرار ياخذ اي بيت، يعني عنده اكثر من خيار لكن ما قدر يتخذ لانه فاقد للمشاعر، ما يعرف كيف ياخذ، يعني عنده كل المواصفات ولكن ما قدر يتخذ القرار. هذا يعطينا اهميه المشاعر في الحياه وتعاملنا مع الاخرين وبحياتنا وبعملنا ومع اهلنا ومع اسرتنا. ولعشان هذه المشاعر مهمه لازم نعرف كيف نديرها ونستمتع بهذه النعمه، اللي هي نعمه من الله. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الحلم بالتحلم. وهذه سبحان الله دائما احاديث الرسول دوره كامله او حكمه كامله، وهي كلمتين انما الحلم بالتحلم. فكثير من الناس لما تقول لهم اضبط نفسك او يعني ادير مشاعرك يقول انا ما اقدر، انا اتمنى لكن ما اعرف، لو نقول له عبر عن مشاعرك يقول انا ودي لكن ما اقدر. وهو لا، يقدر الإنسان يتحكم في مشاعره، يقدر يدير مشاعره، يقدر يعبر عن مشاعره، إنما تحتاج إلى تدرب وتدرج. جميل. الإنسان اللي حاب يغير في نفسه شيء سواء كان عصبي أو حتى متبلد الإحساس، ما الوقت ممكن، يعني المسألة مو بتدر ودقيقة يتغير كل شيء. الإنسان العصبي مو بدقيقة بيصير هادي، لا، ولكن مع التدرج مع ضبط النفس بالمرة الأولى والثانية والثالثة يمكن تأخذ وقت، ما في مشكلة. أهم شيء الإنسان يوصل جميل للإدارة الصحيحة للمشاعر بطريقة صحية تخليك يعيش بحياة صحية. جميل. طيب. يعطيك العافية أستاذ نوال على هالمشاركة، ونشكرك على هذا الاتصال والمداخلة الرائعة. أعود إلى ضيف الدكتور محمد. لعل أستاذ نوال أثارت أنه هو يعني قناعة الإنسان أني أنا فعلا أستطيع أغير. قبل ما أنا أستطيع أني أغير عندي مشاعر معينة، مصدر هذه المشاعر أنا خليني أفهمها، يعني يمكن من أساسيات أني أنا عشان أغير مشاعري خليني أدري أنا منبع هذه المشاعر اللي هي فرضا الغضب اللي ينتابني، هل هو ناتج من أني أنا والله عندي نقص في الثقة؟ هل هو ناتج أن عندي أنا مشكلة مع يعني أو مع الشخص اللي أمامي؟ هل هو ناتج من كبرياء وغرور أني أنا ما أبغى أحد؟ يعني لعل إدراك سبب المشاعر والغضب يعطي الإنسان فرصة في التحكم في هذه المشاعر. أول شيء إحنا ما نغير مشاعرنا. جميل. احنا ما نغير مشاعرنا، المشاعر هي مصطلح احنا جالسين نقوله نصف به حاله معين. احنا نوصف الان هذا اللي هذا الخليط اللي يظهر عندنا كسلوك نصفه بكلمه من؟ مشاعر. جميل. انا ما اقدر اغير مشاعري، مشاعر الخوف، مشاعر الغضب، مشاعر الفرح موجوده داخلي، انا انسان، انا بشر، موجوده داخلي. جميل. انا استطيع ان اغير رده فعلي تجاه موقف ما. فبالتالي اثناء رده فعلي يحصل عندي اختيار احد انواع المشاعر اعبر بها. بمعنى أنه كأنه المشاعر هي عبارة عن علب موجودة أمامي أو كأنها عبارة عن أكواب موجودة أمامي. جاءني رد، جاءني مثير خارجي، أنا أستجيب معين فأعطيك أحد أنواع هذه المشاعر. فبمعنى ذلك أن الخوف موجود في داخلي والفرح موجود في داخلي والحزن موجود في داخلي، كلها أنا أحتاجها، كلها أحتاجها حتى أستطيع أتفاعل. لو أنها واحد منها أنا ما أحتاجها وغير مهم لي في حياتي ما كان الله سبحانه وتعالى وضعه عندي. جميل. أنا أحتاج الحزن حتى أتعاطف، أنا أحتاج الفرح حتى أعبر، أنا أحتاج الغضب حتى أستطيع أن أظهر أنه قدرتي على ردة الفعل، أنا أحتاج الخوف حتى أستطيع أن أهرب بعض الأحيان. صحيح. جيد. إذا هذه كلها أنا أحتاجها، أنا لا أغير الشعور، أنا أغير ردة فعلي تجاه اختيار الشعور. جميل. الحكمة أين؟ الحكمة في أني كيف أستطيع أن أختار أفضل ردة فعل تجاه مثير معين. إذا رجعنا مرة ثانية إيش بنقول؟ إذا إحنا الآن نتكلم بشكل علمي سنقول نحن الآن في محضن في باب اسمه باب الإدراك في مجال علم النفس. الإدراك معناه أنه إحنا كيف نستطيع الإنسان، إذا قلنا إذا أن الإنسان هناك مثيرات موجودة حوله وهناك عندنا استجابات. جميل. هذه الاستجابات ما بين المثيرات والاستجابات هي محور حديث علم النفس.
يعني 100 سنة الماضية كلها احنا جالسين نبحث في نقطة انه هذه المثيرات لما تأتي هنا كيف نستطيع ان نستجيب. يأتين بعض الاتصالات او بعض الناس يسألوني سؤال يقول لي يعني اختلفت هي وزوجها فيش تقول يا ليتني ربنا ما خلق لي شعور الحب. الله يعني كيف ما خلق لي شعور؟ شعور الحب ممتاز، شعور الغضب ممتاز، شعور الفرح ممتاز، شعور الحزن ممتاز، كلها ممتازة، الله سبحانه وتعالى خلقها بقدر، مشكلتنا إحنا في استخدامها. جميل. إذن ما نحن نحتاج في هذه الحلقة أن نعرف الأمر تعريف صحيح، أننا عندما نتحدث عن ما هي إدارة المشاعر. جميل. معناها هي الاختيار الاستجابة الأنسب أمام مثير ما. زي؟ جميل. رقم اثنين أنه هل هناك سؤال، هل أستطيع أني أنا أختار فعلا أفضل استجابة تجاه مثيرات؟ هذا هو الحديث نحن نجلسين عن جواب الحلقة، الإجابة هي نعم. جميل. وكيف هي إجابتنا في الحلقة؟ عندنا سؤال رقم ثلاثة، هل أنا أستطيع فعلا أني أنا أوقف أحد المشاعر اللي عندي؟ ترى الشعور هذا مش مجرد أنه عاطفة، الشعور أصلا هو ردات فعل فيزيقية داخلين عندي، هناك إدرينين ودوبائين وبالتالي هذا كلنا نتكلم عنه في الحلقة. جميل. أنا ودي دكتور نطلع على الصبورة شوي، يعني عندي رسمة معينة. عندنا اللي هو الحدث، أنا هذه مادة أنا قريتها في كتاب الجاك كانفيلد مبادئ النجاح زائد الاستجابة تساوي النتيجة. راح منطقتنا إحنا الحدث أنا ما أستطيع أني أغير فيه، حدث يحصل كما هو كما هو. عندي النتيجة، نتيجة إيش؟ النتيجة تحدث نتيجة الاستجابة. رح. منطقة التغيير عندي هنا في الاستجابة. رح. مجرد الوعي يا دكتور أني أنا في المنطقة هذه، كيف أنا أسيطر على وضعي في منطقة الاستجابة عشان أحصل على أفضل نتيجة؟ جدا رائع. يعني هنا هذه الثلاث أشياء هي محاورنا في يعني يمكن النقاش، وكيف أن الإنسان يدرك يعني أثره الفاعل في أي منطقة يستطيع أن يتحكم فيها. ممتاز. خلنا نقول قاعدة قبل ما نبدأ نتحدث. كلامك هذا كله جميل جدا ورائع، وممكن أن أقول في هذه النقطة إضافة له الشيء التالي. جميل. أنت أينما تضع وعيك، بمعنى إذا وضعت وعيك هنا أثناء الحدث، وضعت وعيك في جانب السلبي والتفكير السلبي، فإن النتيجة سيحكمها دائما إطار سلبي، يعني لو أنت أنت باللون السلبي. جميل. إذا وضعت وعيك هنا في جانب استجابة دائما في جانب التفاؤل والأمل. جميل. فإن النتيجة الحدث سيتحول معك إلى لون أخضر. خلنا نأخذ نرجع مرة ثانية، هذا الكلام كله سأرجع له، بس أسرد بس في حدود نص دقيقة، أسرد بس سرد سريع جدا التطور اللي حصل معنا المذهل. طيب جاي. جميل. خلنا نشوف النظرة الأولى، كانت أول ما بدأ المدرسة السلوكية، مدرسة السلوكية أول بدأت كان إيش تقول؟ كان فكرتهم الأساسية أن هناك مثير، دائما عندنا مثير وهناك من استجابة. جميل. يعني عندنا مثير واستجابة. إيش أقصد بمثير؟ الأرضية ولونها الآن مثير، حديثك لي مثير، الكاميرات مثير، الجمهور الآن أصواتهم. جميل. إذا كانت تصلني تعتبر مثير، السماعة اللي عندي الآن تعتبر مثير، المخرج ترى مشغلني الحين يقول لي غير وقفتك، تعتبر مثير داخليا، أنا عندي مثير داخلي. جميل. بدأوا يفكروا أن هذه المثيرات ممكن تنقسم إلى أقسام، مثيرات داخلية ومثيرات خارجية. وهذه المثيرات أيضا ممكن نقسم كل واحد منها لشيئين، مثيرات محسوسة ومثيرات غير محسوسة. المثيرات الداخلية محسوسة عندي الآن تفاعلات الإنزيمات الداخلية. جميل. عندي، ومثيرات غير محسوسة عندي أفكاري. جيد. جميل. ومثيرات خارجية عندي الآن محسوسة هي ما ألمسه. جيد. وغير محسوسة هي أفكاري تجاه الخارجي برا، ردات فعل عندي. بدأ يفكرون أن هذه المثيرات الآن مثير استجابة. طب هل الإنسان في هذه الطريقة؟ هذا أول كانت ردة فعل عندنا، أول نموذج أنه مجرد مثير استجابة. هذا الكلام لا يمكن يحصل عند الإنسان، الإنسان ليس مثير استجابة. يعني هذه لو نظرنا الآن بهذا الشكل ودفعت زي كذا، هذا نعم ممكن تغمض عينك ولا تغمض عينك، أنا لم تغمض عينك. جميل. إذا ليس الموضوع مثير استجابة. بدأ يفكرون الإنسان متطور كوحدة عضوية، متطور أكثر، وبالتالي قالوا عندنا طلعنا نموذج رقم اثنين. إيش نموذج رقم اثنين؟ أن هناك مثير وأن هناك كائن عضوي. هنا عندنا كائن عضوي، وانا معليش خطي هنا ترى كويس. لا لا كويس، مش كويس. انا مزيت عزيتني ما شاء الله على الكمبيوتر ما شاء الله. زي طلع ان هنا عندنا كائن عضوي، تمام، وهذا الكائن العضوي الان يعطينا من استجابه. حلو. وانا ترى ايمن، فبالتالي هذا صعب علي. طيب. زي اذا عندي مثير كائن عضوي يعطينا من استجابه. استجابه. ممتاز. بدأوا الآن يفكروا في شيء جديد، قالوا أنه والله إذا كان مثير كائن عضوي، مثير يدخل عند كائن عضوي يعطينا استجابة، فأكيد هذا الكائن العضوي له القدرة. يا سلام، عنده القدرة. جميل. هذه القدرة أنه يختار المثير الذي يناسبه. جميل. هو مش تجي الاستجابة يمررها، هو أساسا عنده في من جانب عنده حاجة اسمه حرية الاختيار.
جميل. بدأوا يطلعون شيء جديد حاجة اسمها حرية الاختيار، أو يسمونها ثابت الاتزان الانفعالي. هذه حرية الاختيار، أنا أختار ردة الفعل اللي أنا أريدها. جيد. فالآن قد تقول لي كلمة معينة وقد لا أرد عليك، وهذا نلاحظه في رمضان عندما أقول اللهم أني صائم، أنا أختار الرد اللي أريده. قد تقول لي كلمة تعجبني وقد لا أنظر لها. بدأوا يفكروا هنا دراسات كثيرة جدا حول حرية الاختيار. مثلا مثال، لو أنا دخلت الآن الحلقة وأنا حط ببالي أن عملية التصوير مزعجة جدا، وأن أي ابتسامة معناها أنت الآن تهزأ من حديثي وأنت الآن تسخر، هذه الابتسامة سأفسرها الآن بالنسبة لي إيش؟ أنها أنت معنى ذلك أن أنا كلامي غير جيد. جميل. لكن لو فسرت أنه داخليا أنت ابتسامتك تعتبر جيد، معنى ذلك أن أنا يعني سأشعر بالراحة أكثر. ولذلك نقلنا النموذج رقم كم؟ ثلاثة. إيش نموذج ثلاثة؟ قالوا عندنا مثير، جيد، ثم عندنا هنا خبرات لهذا الكائن العضوي، خبرات وحرية، زائد حرية اختيار. تمام؟ حرية اختيار تعطينا من؟ استجابة. وهذا هو تعقيد ما نسميه الإنسان. إيش الأشياء اللي تعطينا حرية اختيار؟ قالوا واحد، إدراك، أنا عندي القدرة على الإدراك، أنا أدرك الأشياء. اثنين، الضمير، القيم عندي، مش أنا أشاهد الصورة قد تكون سلبية لكني أغمض عيني. جميل. رقم ثلاثة، الإرادة، أنا عندي قدرة على الإرادة أني أستجيب بإرادة ما. قالوا رقم أربعة، عندي قدرة على الشيء التالي، عندي ما نسميها الضمير، إيش هي القيم الداخلية. الضمير تكررت هنا، الضمير اللي هي ماشي. أنا أبغى أستفسر بس دكتور، الضمير هنا يندرج تحت الخيال، معليش الخيال، الخيال، قدرة على الخيال. جميل. جي. أنا الضمير يمكن يندرج تحته اللي هو القيم، القيم والاعتقادات والأشياء هذه، المبادئ، القيم، الاعتقادات، تربيتي. هذه أنا أتوقع يعني هنا هذا الخليط دكتور اللي ذكرته صراحة هو مهم جدا، ويمكن تركيزنا قد ينصب في هذا الجانب، لأنه الحلول كلها تنبع من خلال الأشياء هذه اللي هو زي ما ذكرت، الإدراك، الضمير. الضمير عندنا خلفية دينية، إحنا كمسلمين عندنا الإيمان بالقضاء والقدر، عندنا الصبر، عندنا احتساب الأجر، عندنا العفو، عندنا الصفح، عندنا يعني هذه القيم، يعني إحنا معبئين دينيا إن نستطيع نواجه كثير من الإشكاليات والصعوبات، بل نقلب المحن إلى منح. يا سلام عليك، كلام رائع. وهذا هو الكلام، بس أنا قدام ننتقل لهذا المنح والمحن، لأن هذا كلام إلبرت إليس سنرجع له بعد قليل، بس أوضح هذه الأربعة لأن هذه أربعة مهمة جدا عندنا. لاحظي أنا كتبت هنا حاجة اسمها ثابت الاتزان الانفعالي. الشخص مثلا الآن اللي يشرب مسكر أو مثلا يأخذ مخدر، يحصل عنده أنه يصير عنده مثير استجابة. جميل. المنطقة هذه إيش حصلها؟ تقلص. لذلك نسمع حاجة اسمها مرفع، مسطول، ليش مرحلة يعني هي الخيار الوعي، الخيار ما عندهش قدرة على الوعي بأنه يختار الأفضل. طيب إيش الإدراك؟ الإدراك معرفتي بقدراتي الداخلية وإدراكي لذاتي. يا سلام. هذا واحد. الضمير، قيمي وتربيتي ومبادئي الراسخة الموجودة عندي وثقافتي الموروث الموجود عندي. جميل. ديني. بالنسبة للإرادة، أني أنا لست مسلوب الإرادة، الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبني على اختياري. جميل. جيد. وبالتالي أنا محاسب. جميل. على الإرادة. جميل. أيضا. جميل. الخيال، هذا ما يقول الإمام أحمد عندما ماذا يقول، أنا ماذا يفعل أعدائي بي، هذا هو في السجن، شيخ الإسلام بن تيمية، أيوه. أنا ماذا يفعل أعدائي بي؟ صح. أنا نفي إخراجي من بلدي سياحة، سياحة، سجني خلوة، قتلي شهادة، لاحظ هذا كل خيارات. هذا فيكتور، هيكتور فيكتور لما تحدث عنها تحدث أنه عندنا إمكانية نستجيب كما نريد. جاء إلبرت إليس ألف كتاب جميل جدا، كتاب اسمه شعور أفضل، نفسية أفضل، حياة أفضل، ووضع نظرية. لأن نتكلم أنا عن التطور. جميل. لأن إحنا اليوم في عالم جديد، في شيء جديد، في فكرة جديدة، وهذا الشيء اللي أنا أبغى أرجع بعدين للنموذج اللي أنت رسمته. جاء فيكتور هذا إن سلمك الله عنده، إلبرت إليس، يعتبر اليوم رائد من رواد علم النفس المعرفي، وهو اللي طور ما نسميه الذكاء المعرفي، أو طور كل ما يسمى اليوم نظريات التطوير الذات، وهو أصلا طبيب وعالم نفس. هذا إلبرت إليس وضع كتاب، عيد اسمه، شعور أفضل، نفسية أفضل، حياة أفضل، وأنصح الناس كلهم بقراءته لأنه كتاب مبسط. جميل. إيش يقول فيه؟ يقول فيه عندنا نظرية A B C، أفسطها للناس بالشيء التالي. هذا سلمك الله الآن ميم. ماذا نقصد ميم؟ جميل. موقف. موقف. موقف حصل. أي موقف حصل؟ إحنا نقول دائما ليس المهم ما يحدث، إنما كيف نفسره. جميل. جيد. افتراضنا أنه ميم يعطينا من؟ نون. يعني في موقف معناه نون. لكن الحقيقة إذا حصل قدامنا موقف، أنت تفسره بطريقة وأنا أفسره بطريقة، معنى ذلك أنه في شيء مختلف. نقول دائما، أعيدها مرة ثانية، ليس المهم ما يحدث إنما كيف نفسره. فهو يقول أنه ميم لا يعطينا على طول مباشرة النون، ميم يعطينا ألف، وألف هو اللي يعطينا نون. الألف وش عبارة؟ الألف اللي هو الاعتقاد، هذا الاعتقاد الراسخ عندنا. أنا اعتقادي أما أن يكون إيجابي أو قد يكون اعتقادي من؟
سلبي. إذا كان اعتقادي إيجابي فإن النون، النون هذه دائما بتكون عندي محنة، منحة، دائما سأنظر لكل موقف إنه منحة. يا سلام. أما إذا كان اعتقادي سلبي فإني دائما سأنظر لكل موقف إنه محنة. جيد. أنا من هنا اعتقاداتي الذاتية، أنا لا أتكلم عن اعتقادات الدينية، أتكلم عن اعتقاداتي النفسية. فبالتالي هنا الإنسان لو أنه تحكم في الاعتقاد الذاتي سيصبح عنده دائما بإذن الله قدرة على النجاح. لو نظرنا للنموذج اللي أنت وضعته أولا في رجعنا له مرة ثانية سيد، أن هذا النموذج اللي كنا احنا موجودين فيه، هذا النموذج لو رجعنا على أسقطنا على كلام صاحبنا إلبرت إليس الآن سيد، أنه الحدث إلبرت إليس يتكلم عن ألف، بهذا سيحكم النتيجة عندنا. جميل. الحين احنا ممكن المشاهدين يعني احنا زي ما ذكرت انا اقول لك انا عندي موقف الان تعرضت الى، جاني واحد قال لي انت كلمات يعني معينه، قال انت غبي، انت ما تفهم، انت كذا كذا كذا. انا منطقه الاستجابه هنا اما اني اقول انت الغبي، انت اللي ما تفهم، انت اللي كذا، او اني انا تدرك نفسك، ادرك نفسي، لديك ضمير، لدي ضمير، عندك قدره على التخيل، تخيل، عندك قدره على الاراده، عندك قدره على الاراده. جميل. وبالتالي هذا بيكون عندك اعتقاد يعني أنت لسه كذلك. أيوة. أنا هذا اللي الحين مشاهدين يقولك طيب أنا تعرض في الحياة اليومية إلى مثل هذه المشاكل، أنا كيف أعزز جانب الاستجابة عندي بشكل كبير؟ يعني أنت ذكرت حاجة يعني قصة أنه والله أنا القدرة أن اللي يحدث لي أنا مسؤول عنه 100%، مسؤول عنه 100%. يعني إني أنا ما ألقي اللوم على الظروف الخارجية، على المحيط الخارجي اللي حولي، والله اليوم والله شمس ولذلك أنا معصب وزعلان وكذا، اليوم والله المدير قال لي كلمة معينة عشان كذا أنا أسقطت يعني نفسياً. أنا عندما أسقط أن والله سبب مشاعري هذه هي الآخرين، أنت الآن تسلب طاقة كبيرة منك في إيجاد الحل. إذا قلت أنا والله أنا المسؤول، أنا عندي المقدرة أن أتحكم بهذه الأشياء. تكلمت سوزان جيفري في كتابها اللي هو فيل ذا فير اند دو ات، اللي هو اشعر بالخوف، وكانت تتكلم عن انه والله تقول اشعر بالخوف وافعلها ايا كانت النتيجه. تقول هي انه والله الانسان لما يلقي اللوم على الاشياء يقول والله بسبب كذا بسبب كذا بسبب كذا، يقول هو قاعد يعني طاقه كبيره من عنده هي تسلب، ويشعر بدور الضحية. وشعورك بدور الضحية معناته أنك أنت لن تكون جزء من الحل. هذا يعني أنت الإرادة عندك تسلب الآن، حتى أنها ذهبت إلى أعمق من ذلك، أني أنا عندي مشكلة في الماضي، أنا عندي عانيت وأنا طفل في مشاكل كثيرة في الماضي. تقول أنت مو بس تنسى الماضي، تقول يجب أنك تتصالح مع الماضي، يعني توجد يعني أشياء أن والله الماضي حتى قص يعني ذكرت قصتها مع زوجها أنها عانت معه وطلقت وعانت في حياتها كثير. فتقول أنا في الأخير علشان أنا أعيش بسعادة، تقول دعيت زوجي طبعا بعد الطلاق، طبعا يعني أنت تتكلم عن مجتمعات غربية، إلى وجبة غداء. جاء عندي وجبة الغداء، قلت له أنت أنا عشت معك حياة جميلة، أنت كنت رائع في كذا الأشياء، تذكر الإيجابيات حقته، ما تطرقت لأي سلبيات، أنا أشكرك على هذه الحياة، ودفعت فاتورة الغداء ومشت. ليش؟ تقول أنا تصالحت مع الماضي، أصبحت الآن الصورة الذهنية عندي عن هذا الرجل بدل ما كان هو سبب ألم، هي تتكلم عن نفسها الآن، تقول أنا تصالحت مع الماضي، فأصبح الشعور اللي لما تتذكر زوجها تتذكر الموقف الأخير أنها تصالحت معه. هذا الفهم وهذا الإدراك يعني كيف إحنا ممكن نوظفه في حياتنا؟ جدا رائع. أنا أستميحك بس عذرا، بس خليك معي تفضل أقل من دقيقة. لو قلت لك الآن احمل هذا الكوب معك في يدك واحمله معي بهذا الشكل، احمل لي هذا الكوب الآن بهذا الشكل، كم وزن الكوب الآن؟ كم وزنه؟ ما أدري، يمكن 40-50-60 ثقيل؟ جرام. مو بثقيل لا. ممتاز. لو قلنا لك لآخر الحلقة تخليك كذا زي كذا لآخر الحلقة؟ لا كذا مشكلة. كذا مشكلة؟ كذا مشكلة. طيب لو قلنا لك بس 3 أيام؟ لأني بشر بعض 3 أيام؟ 3 أيام أنت تتحرك في كل مكان شايل الكوب بالماء بنفس الوزن، كيف بيكون الأمر؟ أصعب بكثير. طيب سنة بس، سنة تتروش تتحرك تمشي في كل محل، انت ما شايل الكوب معك كذا بنفس، ترى ما هو ثقيل كوب، ترى بعض الاحيان انا في بعض الدورات اقول لهم شيلوا كرسي، انا ما قلت لك شيل كرسي. طيب قلت لك شيل بس ولو الحين انا تعبت، انا ماسكه على وزنيه معينه. بعض الناس دكتور علي ياخذ معاه المشاعر السلبيه بهذه الطريقه. يا سلام. لا يتسامح ابدا. يا سلام. لا يفرق هذا الكوب. يا سلام. دائما ماخذ المشاعر السلبيه معاه.
جميل. وبالتالي هو اذا رجعنا لقصه المراه اللي ذكرتها، هي تقول انا اريد ان افرق هذا الكوب، ابغى اتخلص من نفايات الادرينالين الموجوده في جسدي، ابغى اتخلص منها. قوه التسابح هي اللي تساعدنا ندير هذه، نزيلها عننا هذه الهموم. الناس نوعين، في بعض مننا، خلينا نجلس نكمل، في البعض مننا يحمل يعني مشاعر سلبيه معه كعواطف يحملها معه في خلفيته. يعني تخيل معي هذه الان مخده، لو قلنا انها حقيبه، البعض يمشي بتاريخه بهذا الشكل، تاريخ خلفيته بهذا الشكل، قد احيانا يتناسى وقد احيانا يعيده، والبعض يحمل مشاعره السلبيه في هذا المكان كزره خارجيه على صدره، كل ما جلس مع الناس يشتكي، وبالتالي وكانه ماذا يقول؟ اضغطوا على زر الشكوى عندي، اضغطوا على زر الالم عندي. هو إذا جلس مع الناس ماذا يقول لهم؟ والله أنا يعني قبل فترة خسرت أموالي، وأنا قبل فترة تقلت بس المايك يا دكتور بس عشان الصوت معه، يحصل معه الآن أنه نوع من استثارة الناس لعواطف السلبية. جميل. إذن أنا أستطيع أن يعني أختار الاختيار الأفضل، أنا أستطيع أن أنا أدير أفكاري، أنا لا أستطيع أتحكم في القدر لكني أستطيع أختار استجابتي لهذا القدر. جميل، رائع رائع. يعني أنت ذكرت هذا المثال جدا رائع، بعضهم زي ما قلت حاط الأشياء اللي أمامه، يعني إذا كنا إحنا نتذكر الماضي بسلبياته يولد عندنا مشاعر في وقتنا الحاضر يحرمنا من عيش متعة اللحظة الحاضرة. صحيح. يعني أنت يعني هذا إيكارت تول تكلم عن كتاب اللي هو قوة اللحظة الحاضرة أو تعيش اللحظة الحاضرة، أنه أنت الآن لما تتذكر أشياء في الماضي سيئة تحرمك من متعة أنت في مكان جميل مع أسرتك مع أبنائك تتمتع بصحة جيدة أنك تستمتع بهذه اللحظة. أو بعضهم الآخر أنا أقلق من المستقبل، أخاف من المستقبل ما أدري، فيصيبني نوع من القلق، أشيل هم، عندي مشاعر داخلية تجاه هذا المستقبل أيضا يحرمني من اللحظة الحاضرة. فهذه مشكلتنا يعني في مشاعرنا اللي تتولد أحيانا قد تكون لها زي ما ذكرت أشياء في الماضي، أو تكون مشاعر خوف من المستقبل، ماذا ينتظرنا في المستقبل، تجد أن عندك اللحظة الحاضرة غير موجودة. صحيح. وأنا أبغى أتحدث برضو عن شيء آخر اللي هو في علم النفس الفيسيولوجي، أو أتحدث أنا عن ما نسميه ميكانيزما الشعور. الآن الخلية العصبية، ما بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى في هناك منطقة، هم غير مرتبطين بس جميل. منطقة عندنا زي أخدة السنابك، ما بينها يحصل عندنا نواقل عصبية. جميل. الآن لما أنا أدرك مثلا فلنقل أني أنا شفت موقف مخيف بالنسبة لي، فأنا اللي يحصل معي تنتقل عندي الصورة الخارجية، تنتقل عندي للعين، العين ما هي إلا كاميرا تنقل عندي، أنا يبدأ عندي الآن مرحلة التفسير، إذا فسرت أن هذه الصورة مخيفة تبدأ ارتفع عندي نسبة الأدرينالين أكثر. جميل. وهذا الإفراز عندي يتولد عندي في النواقل العصبية ردة فعل، وبالتالي يحصل عندي خوف وهرب. جميل. طيب تكرر معي موقف مرة مرتين ثلاثة تكونت عندي عادة الآن أن أنا أخاف. إذا نقدر نقول إن أحيانا داخلنا هناك نفايات الأدرينالين موجودة مثل هذا الكوب. عندما يحصل الآن عندي خوف جديد وأنا محتفظ بالخوف السابق، فاللي يحصل معي أني كأني أعبي كوبي، تخيل أني بيتعبى الكوب لحظة من لحظات ماذا سيحصل؟ بس تجي نقطة واحدة يزيد الكوب، ثم يحصل عندي نقطة انطلاق. البعض مننا دكتور علي كوبه مليان بهذه الطريقة ما يفرق كوبه، أمس حصل بيني وبين زوجتي مشكلة، وأمس اختلفنا احنا احد الأصدقاء، اليوم رحت العمل مديري قال لي كلمة واحدة بس، ترى ما كان يقصد شيء، فقط قال كلمة واحدة، لكن انا ما فرق كوبي اللي حصل عندي على طول فاضل كوب. جميل. زين، لانه نفايات الأدرينالين ما زالت معي من أمس. جميل. تذكرتني بقصة ذكرها الدكتور إبراهيم الفقي عن شخص في الصين كان يريد ان يتعلم فن إدارة المشاعر، ارسلوه الى شخص الظاهر في التبت أنه والله هذا يستطيع أنه يعلمك فن إدارة المشاعر. سافر إلى هذا الشخص، جاء عند الباب، طق الباب، نص ساعة ما حد رد، رجع قال يمكن البيت غلط، تأكد من عنوان فعلا هو هذا البيت، رجع ثاني مرة طق الباب، جلس نص ساعة ما حد فتح له الباب، في الأخير فتح الباب، دخل، كان في ولد صغير، قال له هذا بيت فلان فلاني، قال نعم، قال تفضل اجلس، سيأتيك بعد يمكن وقت معين. جلس ساعة ما جاء، جلس ساعتين ما جاء، بدأ هو يغضب يزعل، كيف إن هذا ما يقدرني، وا 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 وا، يعني بدأ هو مرحلة إنه والله كل ما تأخر الوقت كل ما زاد عنده الغضب. جاه بعد خمس ساعات دخل عليه قال له تشرب شاي؟ يقول يعني لا اعتذر ولا شيء، زاد غضبه، فالأخير قال إيه أشرب شاي، جاب راح قام الشاي بهذا وجاب الشاي وحط الشاي، قال حط لك شاي، قال له سولي شاي، قام ياخذ الشاي هذا الفلة ويحط في الكوب، ثم ياخذ شاي ويحط في الكوب، ياخذ ويحط في الكوب، ياخذ ويحط في الكوب، امتلى الكوب، طلع برا بيحط بيزيد، طاح في الأرض، في الأخير صرخ هذا اللي جاي قال أنت مجنون، أنت قاعد أنت الحين تعبي لي شاي، امتلى يعني عندك المكان وكبيته في الأرض وكذا وكذا.
قال له إذا أخرج وأتني مرة أخرى وكوبك فارغ تماما. قال كيف تقول لي أخرج وكوبي فارغ وأنت اللي معبيه الآن شاهي؟ قال أنا أقصد أنه تجيني مرة ثانية وكوبك فارغ من المشاعر اللي أنت جالس تعبي وتشحن مشاعر سلبية، إلى أنك أنت وصلت إلى مرحلة أنك الآن لن تستفيد مني، لن يعني لن تستوعب مني لأنك أنت مليء بهذه المشاعر. ولذلك هنا نبغى عشان نربط الموضوع، لأنه ممكن مش أحد المشاهدين أو أحد من الأخوات تسألنا تقول أنتوا كنتوا تتكلموا عن إدارة مشاعر، انتقلتم الآن إلى شيء اسمه التاريخ المشاعر السلبي. نحن نقول إن أحد معوقات القدرة على إدارة المشاعر هي خبراتنا السلبية السابقة في إدارة مشاعرنا السابقة. جميل. وبالتالي القدرة على التسامح تعطيك قدرة أكثر على توظيف المشاعر. اسبق، لون، أعد تلوين كل مشاعرك بفرشة التعلم. كل موقف حصل معنا قل أنا ماذا تعلمت منه؟ تعلم إيجابي، دروس، عندنا خبرات. اعتبر كل موقف مر معك هو عبارة عن درس وخبرة أنا الآن أستفيد منه. أنا عندي خيارين، خيار أن أنظر للماضي بعين أنه عبارة عن تجارب فاشلة وبالتالي أنا أزيد كوبي نظرة سلبية، وعندي نظرة أخرى أن أنظر بفرشاة جميلة اسمها فرشات التعلم، فأرجع مرة ثانية وألون هذه الخبرات كلها بلون جميل هو لون التعلم. أنا أبغى أذكر هنا فكرة أساسية، يقولوا أنه كطرفة بما أننا نحن في برنامج كوكتيل، يقولوا في واحد كان يعني هو يعتقد أنه هو يعني حبة شعير ولذلك كان يخاف من الدجاج، مجرد كان يقولوا له دجاجة دجاجة يهرب على طول مباشرة. فمرة مرتين تكرر مع الموضوع، أخذوه على المستشفى الأمراض النفسية، بقي عندهم فترة في الزمن يحاولون يقنعونه يا أخي الكريم أنت لست دجاجة. بعد فترة من الزمن اقتنع أنه هو ليس دجاجة، جاء دكتور يكشف عليه قال له يا أخي تمام أنا أشوفك اليوم أن حالتك جدا ممتازة نبغى نسوي لك خروج. طيب بس اختبار بسيط، إذا خرجت الآن برا وكنت تمشي في الشارع وجاء أحد ونادى خلفك وقال لك دجاج دجاج هل راح تخاف؟ قال له أكيد. قال له طيب هل أنت ما زلت مقتنع أنك أنت حبة شعير؟ قال له أبدا لا. قال له طيب ليش تخاف؟ قال له طيب مين يقنع الدجاجة أني لست حبة شعير؟ بعض الناس قد يسمعنا ويقول لك نعم أنا اقتنعت الآن معكم أني أستطيع أن أدير حالتي الشعورية، لكن المثيرات الخارجية من يقنعها لي؟ جميل. أنت تستطيع إذا غيرت داخليا تستطيع أن تغير. جميل. أنا خليني أخلص دكتور عشان لخصها للمشاهدين، كيف أنا أستطيع أن أغير؟ أعطيني تقولي واحد اثنين ثلاثة أربعة، حصل لي حدث معين ولد عندي نوع من المشاعر زي ما قلت أنت، المشاعر موجودة بس أنا كيف أتحكم فيها؟ خليني أنا أقول إيش خطوات سريعة. فرضا تقولي والله كيف تتحكم، تتكلم مع نفسك أنت، كيف تدير ذاتك، تقول والله أنا الوضع هذا حدث معين حصل لي، أنا لابد أني أنا الآن أستجيب لهذا الحدث بس بطريقة واعية وعاقلة. إما أني أنا أتخيل هذا الموقف، أنا جاي عند مديري وأعرف أنه بيرفض، طيب أنا أتخيل أنه رفض الآن، خيال تخيلت أنه رفض، إيش بتكون ردة فعلي؟ طيب هذه ستهيئني. ففي إيش النقاط اللي ممكن والله إحنا نستطيع نتحكم فيها بمشاعرنا بشكل والله حتى المشاهد يقول والله أعطيتوني ثلاث أربع نقاط هذا استطيع ان نشتغل عليها. ممتاز. نقدر نروح للسبوره؟ نقدر نروح بس نخلي زاويتنا يعني اوضح للكاميرا. تفضل ساعدنا. تفضل. طيب عندنا الان الشيء التالي، احنا عندنا ثلاثه مداخل. دائما في عمليه التغيير وعمليه التعامل مع الشعور نحتاج ثلاثه مداخل. نبغى نفهم اول شيء كيف حصل هذا الشعور، فعندنا ثلاثه مداخل للشعور. لو رسمتنا، لو قلت لك ارسم لي شعار زي شعار مرسيدس يعني كذا دائره، لان انت عندك القلم يمكن اسهل لك. تمام. لو قلت لك رسم لي دائرة وسوي لنا داخل الدائرة مثلث بحيث يطلع كأنه شعار، لا كأنه شعار مرسيدس كذا طال عمرك زي كذا، جيد؟ ثم سوينا زي كذا. جميل. هذا المثلث اللي يشبه مثلث مرسيدس عشان الناس يتذكروه، هذا نسميه مثلث الحالة الشعورية. طب دكتور ايش رايك تجي هنا عشان اريحك في الكتابة؟ يا سلام، بيض الله وجهك. طيب ايش رايك يصير انا مقدم وانت تصير؟ والله ما عندي مشكلة. طيب هذا اسمه مثلث الحالة الشعورية. جميل. مثلث الحالة الشعورية هذا أقدم اكتشاف موجود في علم النفس، يسمونه النظام السيبرناتي. نقول دائما أن هذا المثلث إذا غيرنا في واحد تغير من في البقية، يعني هي نسبة وتناسب. جميل. مجرد تغيير فيه تغير الحدث، يحصل في أقل من جزء من الثاني، يعني لحظة الغضب لحظة الإستارة تحصل سريعا. لازم ندرك هذا الموضوع، أنه إذا نبغى نعطي حلول ما نعطي حلول نقول فكر ثم تأمل ثم، نعطي حلول سريعة عشان نكون متناغمين مع الحدث. فنقول لكل شخص مننا إذا حصل حدث، إدراكك للحدث سيحصل على ثلاث مستويات، جزء منه معرفي، عندنا جزء معرفة، هناك جزء معرفي معلومات تعرفها أنت تغير في طريقة استجابتك، وجزء منه هو مشاعر شعورك مقدار شعورك أنت، وجزء الثالث منه وضع فيسيولوجي
وضعك أنت وقفتك جميل تمام، وضعت جسدك، هذا كله بيطلع عندنا ما نسميه السلوك. السلوك ما هو إلا نزوع، يعني كيف نزوع؟ يعني موقف. أنت الآن تستطيع أن تغير في واحد من هذه الثلاثة، أما أن تغير في الفكرة مستوى الأفكار عندك هذا مستوى المعرفة اللي نسميه مستوى الأفكار، أما الأفكار الداخلية، الأفكار الداخلية يعني أنا كيف أتكلم مع نفسي، نعم حديثك مع ذاتك. جميل جيد، أو تفكر تغير في شعورك. طيب إني لا أنا وأنا أدخل الآن عند مديري إذا دخلت بمشاعر الثقة مصطحب معي المواقف الإيجابية اللي حصلت معي ومعرفتي بتقديري لذاتي، جميل إذا شعور عالي فأني بالتأكيد تفكيري سيكون إيجابي قدام مديري، وضعي الجسدي وقفتي وقفة شخص واثق من نفسه مهما حصل عندي من كلمة أنا سأستطيع أختار الخيار الجيد. إذا دخلت أنا والله وقفتي يعني وقفة فيها نوع من يعني الربكة والخوف، أحيانا أنا أعمل كمدير، أحيانا يدخل عندي بعض الموظفين أعرف أنه يعني غريب جدا عملية الانهيار، سينهار كلمة ينهار، يدخل وهو يعني ينتفض مرتبك أكتافه الأسفل، وضعه الفيزيولوجي وضعه الجسد عنده غير مناسب. جميل، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الثلاثة مداخل. جميل، الاستعاذة من الشيطان، تغيير في الأفكار، عندك القدرة على الشعور، إحسان الظن، القضاء والقدر، هذا جميل. شعور عندك أيضا، لأن شعور هذا معنى إيمان داخلي، القضاء والقدر، الوضع الفسيولوجي، إذا كنت جالس واقف أجلس، إذا كنت جالس اضطجع توضأ، هذه كلها تغيير. إذا قلنا الآن كيف أستطيع أني أتعامل مع الموقف والحدث؟ جميل. أنا أتعامل معه بثلاث مستويات. يا سلام. جيد، في أي حادث يحصل معي أنا أتعامل معه بمقدار أفكار، مقدار شعور، مقدار وضع فسيولوجي. إذا سألتني سؤالي دكتور الأفكار، أعطينا شيء عن الأفكار. الأفكار بيدخل معنا فيها الشيء التالي، اعتقادات إيجابية. لو كتبت لنا كده دكتور اعتقادات جميل. إيجابية، أول شيء اعتقاد إيجابي، أن يكون عندي اعتقاد إيجابي. كلمة اعتقاد إحنا عندنا مجرد نقول اعتقاد يتوقعون بعض الإخوة أن اعتقاد الديني. صحيح. إحنا نتكلم عن اعتقاد نفسي. جميل. أنا ماذا أعتقد نفسي؟ لو كنت أعتقد نفسي أن أنا حبة شعير سأخاف. اعتقاد نفسي معناه أن لا أفكر إلا تفكير إيجابي حول ذاتي. يا سلام. جيد. العنصر الثاني حديث ذات. هذا مهم ترى يا دكتور. يسمون يعني أنا بضيف لك حاجة بس يعني يمكن معلومة، حديث الذات يعني على مستوى الأفكار الدراسات تقول أنت خلال اليوم عقلك يمر فيه من الأفكار أو يسمونها الثوتس تصل إلى 86 ألف فكرة، يعني 86 ألف فكرة. إذا كانت هذه الأفكار أنت يعني مش إيجابية سلبية فيها، طبعا يقول لك غالبها تكون سلبية، مخاوف خوف، كيف أنك أنت تتعامل معها؟ فحديث الذات هنا وأفكارك والسيطرة عليها أنا أعتقد أنه يمكن جانب مهم كبير في أهل مكة يقولوا مثل جميل. إيش يقولوا أهل مكة بموضوع حديث الذات؟ أهل مكة يقولوا اللي دندل زنبيله يتعبل له. ما راح أترجمها هذه والله صعبة هذه. طيب. يمكن بالإنجليزي المرأة المكاوية كانت زمان ما كانت تقدر تنزل إنها تشتري تستحي، فكانت تأخذ زنبيل وتربطه بحبل وتكتب فيه البضائع وتنزله من الشرفة. تمام. فلما يجي راعي البقالة يشوف نزل الزنبيل من فوق يجري بسرعة يأخذ الزنبيل يشوف إيش المقاضي المطلوبة يحط لها فين في الزنبيل. لكن أولاد الحارة كانوا شوية مشاغبين، مجرد يشوفوا بس الزنبيل نزل يجري بسرعة يتعلقوا فيه، يحطوا فيه أحيانا حجارة، يحطوا فيه أخشاب، يأخذوا أحيانا فيه المبلغ. فالمرأة تزعل، ترفع الزنبيل تحس إنه ثقيل، ترفع ما تحصل شيء. فتي أول ما يدخل زوجها تقول له شفت أولاد الحارة إيش سوولي؟ فيقول لها إيش سوولي؟ قال حطوا لي أغراض يعني أشياء سلبية، حطوا لي حجارة وحطوا لي أخشاب. فيزعل زوجها يقول أنا بروح العمدة، فكلهم راح يشتكوا العمدة. فالعمدة إيش قال لهم؟ اللي يدندل زنبيله يتعبل له. يعني راح ينزل زنبيله يتعبل له. نفس الشيء رأسنا هذا مليء بالأفكار، إذا أنا نزلت رأسي لكل شخص يعبيري أفكار سلبية فأني أرحب بالأفكار السلبية. يا سلام. حديث الذات هو القدرة على التحكم في هذه الأفكار، أن تصبح أفكاري كلها إيجابية، فلا أختار أن أدخل في هذا الزنبيل إلا ما يناسبني. جميل. جيد. جميل. رقم اثنين هي في حديث الذات في عندنا شيء مهم جدا، في طيار يسمونه جورج، طيارين، طيار آلي يسمونه جورج، في داخل كل منا طيار آلي قد يقودك فوق ترتفع أو يخليك تضرب في أقرب درجة، وهو حديثك الذات اللي هو الطيار الآلي. إحنا يومياً وإحنا نمشي في حياتنا ونتفاعل ترى اللي يقودنا طيار آلي، خبراتنا السابقة، معارفنا السابقة. فإذا كان حديثي الداخلي حديث سلبي وأنا كل ما يتحدث معي شخص أنا أخاف والآن أشعر بعدم تقدير ذات. جميل. فإن حديث الذات حقي سيكون منخفض. جميل. إذا الحديث الداخلي يعطيني رأي حول نفسي. يا سلام. جي. يا سلام. أيضاً هنا في معرفة الأفكار عندي الشيء الثاني بناء تقدير الذات، تقديري الذاتي. طيب. تقدير الذات. تقدير الذات الداخلي عندي. أيضاً خبرات التعلم. إيش يعني خبرات التعلم؟ خبراتي حول ذاتي ومعرفتي وتعلمي. صح. هذا كله يعطيني بعد في مستوى الأفكار. يا سلام. طيب عندي على مستوى المشاعر. جميل. مشاعري الإيجابية السابقة، قدرتي على التسامح، الإيمان بالقضاء والقدر. يا سلام. المبادئ. يا سلام. هذه كلها قيم هنا موجودة عندي. فلو عشان نساعد الجمهور لو قلنا هنا عندي القيم، قيمي
مبادئي، هذه المبادئ الراسخة عندي. لو قلت هنا على مستوى المشاعر عندي اللي هي الآن قدرتي على التسامح، طاقة التسامح، الصبر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان الراسخ بالقضاء والقدر، الصبر، معرفتي أنه ما أصابني شيء كان يعني ليخطئني ولم يكن ليخطئني شيء سيصيبني، رزقي لن يعطيني الله سبحانه، هو الرزاق، ما يرزقني أحد. ما توقع هذا يا دكتور جزء هذا كبير، يعني نحتاج التركيز عليه بشكل كبير. يعني الإنسان يعني أحيانا قد ينفصل في الحياة، في مجريات الحياة عن هذه القيم الأساسية، المشاعر يعني، وتجد إن هي راحة الإنسان فيها. ولذلك في كتاب جي مكسويل، جي سي مكسويل اللي هو كتاب اليوم أهميته، ركز بشكل كبير جدا على المشاعر خلال اليوم. يا سلام. إنه كيف أستطيع أن أدير مشاعري خلال هذا اليوم؟ يا سلام. كيف أستطيع أن أجعلها تكون معي فعالة؟ أنا قدرتي على إدارة هذه المشاعر ما يجعلني أستطيع عمل. الوضع الفيسيولوجي ما معناه؟ معناه عندي لغة الجسد، لغة جسدي، أنا كيف أستخدم هذا الجسد؟ يا سلام. معناه عندي الإيماءات، الإيماءات، نبرة الصوت، النبرة حقي، تمام؟ وقفتي، مشيتي، هذه كلها عوامل أستطيع أتحكم فيها. طيب لو سألتني سؤال، ما الأسهل؟ أسهلهم هي الوضع الفيسيولوجي. وقفتي مشيتي هذه سهلة. أنا مرة أذكر إنه كنا نتحدث، حدثوني قالوا لي إنه فيه يعني امرأة عندها مشكلة، تمام، ويبغوا إنه تيجي وكذا، وكلمت هنا، لست متخصص في يعني كيف الطب النفسي، لست متخصص، إنما الناس تحسن الظن. ففجأة بينما جالس أشرح للشخص إن أنا لست متخصص أخي الكريم، إذا دخلوا علينا امرأتين من بعيد، فأنا كنت أتوقع إن واحدة هي الأم وواحدة هي من البنت. فلما اقتربوا يعرفني هذا هو زوج من المرأة، فعرفني يقول لي هذه زوجتي وهذه أمها. فأنا مستغرب، المرأة اللي هي الآن تعتبر الصغيرة اللي هي زوجته، شكلها ومشيتها من برا كأنها عجوز، تمشي كذا مكسرة حزينة، والأم تمشي يعني منتصبة، يعني لها تلميحات. إذن تلميحات الجسد لها دور، مشيتنا، وقفتنا، نبرتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، هذه المبدأ. وذلك تلاحظ معي نبرتنا اليوم، نبرة صوتي، حديثي، حتى إيماءاتي. في الطواف يعني قيل الحكمة من أنه والله الرمل في الطواف يظهروا لقريش أنهم أقوياء وأشداء، فيرملون في الطواف. هذه لها إيحاءات، اللي هو الجانب الفسيولوجي، الحركة عند الإنسان، وهذه هذه حتى تنعكس حتى داخليا على. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عالج كثيرا أشياء من لما قال، ماذا قال؟ قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. فن الاتصال في هذه الكلمتين. جميل. تبسمك ما معنى؟ لن تستطيع أن تتبسم وأنت من داخل، يعني أنك تشف. يا سلام. إذا كانت البسمة غير صادقة. طيب جميل. فالتبسم سيغير في من فيه. أنا عندي المخرج يقول لي اجلسوا، بس أنا ما أبغى أجلس يا أبو يوسف، بس دقيقة يعني قادتنا، بس عشان اللي هي العلاقة عندنا يعني في عملية إدارة المشاعر، عندنا نقول على مستوى الأفكار. الأفكار. حلو. هي أو خليها كذا تولد المشاعر. تفضل هنا. عندنا مش مشكلة، الله يحفظك. هنا السلوك. السلوك. طيب احنا نقول الأفكار تولد المشاعر، والمشاعر يولد السلوك، أيضا العلاقة العكسية، السلوك يولد المشاعر، والمشاعر تولد للأفكار. هنا في قصة هذه المعالجة، يعني الآن أنت تتكلم عن حالة معينة، عندي شعور سلبي، أنا ممكن أعالجه بسلوك زي ما ذكرت. أني أنا يعني يقول لك أنت لن تستطيع، يعني خليني أقول خليك مبتسم، ارفع أكتافك وارفع راسك للسماء وابتسم، بس تراك حزين في نفس الوقت، ما تقدر، يعني لأنه سلوك الفرح، سلوكك الفسيولوجي الخارجي، الفرح والابتسام ما يتلائم مع الحزن، يتغير معك على طول. أيوة، فهذه العلاقة يعني ارتباط. بس لو أضفنا، لو أضفنا معها كذا، لو أضفت شيء بهذا الشكل سهم، عشان إيش أقول وأضفت كذا؟ عشان أقول إن العلاقة بين الجميع، يا سلام، ثلاثة كلها مترابطة. يا سلام. يعني إذا غيرت في الأفكار بتغير معك في الشعور، إذا غيرت في الأفكار يتغير معك في السلوك، يتغير معك في المشاعر، يتغير معك كل واحد منها، نظام سبرناتي، كل واحد منها يغير في من؟ في الآخر. وبالتالي أنا أعطي ثلاث خيارات لكل واحد منها. يا سلام. إني آخر كريم، حسب الأقرب بالنسبة لك. إذا كان عندك الآن من التدرب، لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الحلم بالتحلم. يعني ما معنى التحلم؟ الحلم هو عبارة عن صفة كاملة، لكن يبدأ بالتحلم، السلوك، أن أكتم، أتحلم، ثم بعد ذلك ينتقل عندي مرحلة المشاعر، ثم ينتقل عندي مرحلة الأفكار. يا سلام. قبل ما نروح، أنا عارف المخرج ناديك عشان نروح، قبلها لو سمحتوا لي عشان بس طيب. أرسم شيء واحد وخلاص. طيب، لأن زاوية التصوير. طيب، نص دقيقة، نص دقيقة بس تجين هنا. تفضل. بس عشان الجمهور يستفيدوا منه، بس شيء سريع. خلنا نشوف شيء معين عندنا موجود. هذا عندنا منظومة الإدراك. كيف يحصل الإدراك عندنا؟ هذا حدث خارجي، حدث، أي حدث، أنا أشاهد وردة، أنا أشاهد سيارة، أنا أشاهد شيء ما. عندما يصل عندي الحدث، أول ما يصل عندي الحدث نبدأ بمرحلة اسمها مرحلة إحساس.
أنا لا أستطيع أن أشعر إلا بما أحس به. جميل. وهناك أشياء لا أحس بها نسميها خارج الإحساس. طيب بعد الإحساس يأتي عندي مرحلة اسمها مرحلة التفسير. أنا أفسر الآن، وهذه مشكلتنا الكبيرة، في ماذا أنا أضع من تفسيرات لما أنا أحس به. ثم بعد ذلك يأتي عندنا الاستجابة، أنا أسوي استجابة ثم يتولد عندي السلوك، هنا يظهر معي السلوك. معنى ذلك الآن سؤال، ليس كل ما يحدث أنا أحس به ثم أستجيب له بنفس السلوك، إنما أنا حسب التفسير. جميل. أنا أستطيع التحكم في إحساساتي وأستطيع التحكم في تفسيري. تفسير. لو قلت لك دكتور امسك هذا القلم، جزاك الله خير يعطيك العافية، ما راح تأخذه لك بس تمسكه بس. لو قلت لك دكتور عندك قلم ثاني في جيبك؟ أي نعم. عشان الجريم يرجع لي. جيد. انظر دكتور للقلم، ركز على القلم تماما، إيش يحصل للاستوديو كله؟ في ضبابية. يا سلام. طب ركز على الاستوديو، إيش يحصل للقلم؟ ما أشوف القلم. يا سلام. لو قلت أنا مشكلتي في الحياة مديري، وصار إحساسي كله قدام على مديري وحاطه قدام عيني، صار حياتي كلها الآن مشكلات مديري، والله هو السبب، هو السبب. لو أنا نظرت الآن وسعت في الإحساس، وسعت الدرك سيكون أعلى، غير تركيزي. يا سلام. في تفسيري، لو أنا حطيت البسمة، تبسمك، لو حطيت البسمة إنها شيء إيجابي يصبح استجابتي دائما إيجابية. لو حطيت تفسيراتي سلبية تكون عندنا تفسير سلبي. بالتالي هذا الهرم هو اللي يوضحنا كيف يتم عملية التحكم فعلا في سلوكي. دائما نقول لكل واحد مننا، غير تفسيراتك للحياة تتغير سلوكياتك تجاه الحياة. يا سلام، يعطيك العافية دكتور. شكرا. تتفضل معنا. في الحقيقة يعني نطلع فاصل، معليش أبو يوسف تأخرنا عليك شوي يعني على هالصبورة، نطلع فاصل ونرجع نكمل مع دكتورنا ومعكم أعزائي المشاهدين. لا، لأن الصوت الجيد في حياة أي إنسان، في حياة أي إنسان مفيد، إنه أنت تستفيد معلومات أكثر من تطلع. ممكن إذا أنا أنصت لك أو لا أستفيد، ممكن هو يقول كلمة أنا ما أعرفها، هذه كلمة استفدت منها. يستفيد أولا الشخص المنصت، ثانيا يصير قريب من الشخص اللي يعطيه الفكرة. عندما تنصت تستفيد من الموضع الذي تنطرح أمامك، هو ومنها من آداب الحوار أصلا الإنصات، إنك تنصت للشخص الذي يتكلم أمامك. قبل أتكلم على الأقل اعطي نفسك 10 ثواني، فهمت علي كيف؟ إنك تسمع اللي قدامك بعدين تبدأ تفكر ترد. مثلاً يوم تتكلم أركز معك، ملاحظة أكتب الملاحظة، وفي مهارات كثيرة وما أعرفها. المهارات المطلوبة فيه البرامج التلفزيونية، ممكن تنمي مهارات الإنسان، وفيه الإنترنت الآن ما خلى شيء، والمحاضرات وغير الواحد يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما تقول انك تدخل في الحوار، اذا دخلت مع الشخص اللي امامك في الحوار هذا يساعدك انك تنصت زياده عشان تعيش جو الحوار معه. نعود اليكم بعد هذا الفاصل، هو استطلاع عن فن الإنصات. قبل ما ننتقل إلى فن الإنصات، أنا أقول يعني أؤكد على كلام الدكتور، أنه والله عندك نظارات، حاول تحط نظاراتك السليمة اللي تنظر فيها لهذه الحياة، النظارة اللي هي تنظر فيها بعين الإيجابية، تنظر إلى الأمور بأكثر مرونة، تنظر إلى الحياة بتفاؤل وإيجابية. يعني إحنا مشكلتنا أحياناً أنه والله نلبس نظارات سوداء ونخليها دائماً في الليل وفي النهار وفي كل وقت معنا، فلا نرى إلا يعني الأشياء معتمة باهتة، ولا لا يا دكتور؟ توافقني فيها الشيء. صحيح. أنت إنما تضع وعيك، يا إذا وضعت وعيك في وعي إيجابي أصبح حياتك إيجابية. صحيح. جميل. طيب دعنا يعني ننتقل إلى موضوع الإنصات، وهو في الحقيقة إكمال لفن إدارة المشاعر. يعني بعضهم قد يقلل من أهمية الإنصات، يعني كله واحد بيقول سالفة وأنا بقعد أسمع له. يعني ليش أنتم مسوين يعني زحمة فن الإنصات وما الإنصات؟ يعني قيمة هذا الفن، فن الإنصات، وين تبرز، وين تكمن، إيش الأشياء اللي هي الشخص الآخر، الرسائل اللي يستوعبها من قضية الإنصات وفن الإنصات، ويعني إيش فائدتها؟ أولا الإنصات ليس الاستماع. جميل. يعني البعض يتوقع الإنصات أن تتحدث أنت يا دكتور وأنا أستمع لك. ماذا لو كان الآن معنا وقت الحلقة يا دكتور، أنت الآن تتحدث
بينما انا جالس احضر اجابات لاسئله اتوقع انك ستسالني. يا سلام. مع ذلك انا لا اسمعك. جميل. انما انا جالس اتحدث مع ذاتي داخليا. احنا قلنا قبل قليل انه هناك حديث ذات داخلي موجود معنا. الانصات ليس معناه ان اجهز ردود لما انت تضعه من كلمات. الانصات ليس معناه ان انا يعني منتظر الشخص يتحدث ونواضع فرضيات اثبت هذه الفرضيات او انفي هذه الفرضيات. الانصات يعني البحث عن افضل الطرق للتفاهم. الانصات يعني ان استمع تماما لوجهه نظر الاخر لعلني استفيد من هذه وجهه النظر. الانصات يعني ان اعطي فرصه لهذا الاخر ان يعبر عن وجهه نظره لانظر للامور من زاويه مختلفه. لذا في حاله الانصات يعني اطفاء مذياع الصوت الداخلي والاستماع للاخر. بمعنى انت الان عندما تتحدث دكتور تحدثني وانا استمع لك، قد استمع لك وانا في داخلي مذياع يتحدث انه ايش يقصد ولماذا قال كذا، ايش بيسالك وماذا سيفعل، طيب وما السؤال اللي بعد قليل. فبالتالي في حديث ذات داخلي تيار مهم جدا داخلي قد يمنعني من سماعك. هذا الصوت الداخلي يسبب عندي مقاومه، مقاومه للسماع والتفاهم معك. اذا استطعت ان اطفي هذا المذياع واسمعك بحب، حب غير يعني مشروط، عندها سيحصل عندنا تفاهم. اذا الانصات هو مدخل التفاهم. طيب انت تقول لي الان انا اسمعك بانصات، انا اللي قاعد اتكلم، هل استطيع اني اعرف انك انت قاعد فعلا تسمعني بانصات او لا؟ جميل. هنا يظهر عندنا بعض التلميحات. يعني احنا نتكلم دائما التناغم. عندما تتحدث انا اعطيك نوع من التناغم، بس التناغم الصادق. التناغم، القدرة على البحث عن محكات الحديث، القدرة على إمكانية التفاعل مع حديثك، إجاباتي، ردات فعلي، هذا ما يخلي عندنا القدرة. نموذج روجرز اللي هو نموذج المرسل المستقبل، كان أول زمان عندنا في نظرية أفلاطون أن عندنا مرسل وهناك مستقبل وقضية، وبالتالي أنا أتحدث أنت تستمع لي، أنا من عندي لعندك. هذه نماذج الاتصال الأولى، كان مجرد أن أنا عندي قضية سأقولها لك وأنت تستمع. في الإعلام مثلا أنا الآن أتحدث والجمهور يستمعون، أنا عندي قضية سأقولها لكم بغض النظر عن هل عندهم ردة فعل أم لا. عندما أضفنا في نموذج روجرز اللي هي ردة الفعل، معناه أن عندنا الآن في تشفير أنا سأبحث عنه. فالإنصات هو أن أتفاعل تفاعلا كاملا معك والبحث منك أنت أن تعرف أني هل كنت مركز معك أو لا في إجاباتي ردات فعلي. يا سلام. طيب هنا يمكن يقودنا إلى جزء معين. أنا أتوقع أنه كثير من مشاكلنا أحيانا في الحياة أو أحيانا جزء من حل هذه المشاكل أني أنا فقط أنصت للي أمامي. يعني خليني أخذها من جانب الأسرة، أنت تعيش في أسرة، أنت عندك ممكن الزوجة أحيانا تجي تقول لك مشاكل معينة أو تشرح لك ظروف معينة، إنصاتي لها بالإنصات الصحيح، التفاعل معها، التركيز، أنا ماني قاعد أتصيد عليها أخطاء، أنا جالس فعلا حتى يعني يسمونه الامباثي لسنينج أو الاستماع اللي هو التعاطفي أو الاستماع التفاعلي الحقيقي. فعلا أنا ما قاعد أبحث عن مكان الخلل، أنك أنت لا أنت قلتي كذا، أنت لا أنت شوش قلتي كذا، أنت قاعد تسمع تتفاعل. هي في الأخير يمكن ما تبغى منك حل، أنت مجرد هذا الإنصات أنت حلت المشكلة. نعم. ولذلك عندنا إنصات نسميه الإنصات النشط، مستوى من إنشاء الإنصات نسميه الإنصات النشط. الإنصات النشط هو أنني عندما أنت الآن تتحدث أنا أعطيك بعض التلميحات. يا سلام. تلميحات جسدية عندي، هزة الرأس. جميل. أحيانا نعم نعم، احيانا اؤكد لك. هذه التلميحات تعني ان انا نشط معك الان اثناء حديثك، فانا استمع لك بنشاط. هنا في كتاب جميل انا انصح الجميع بالاطلاع عليه، اللي هو كتاب انا وانت تاليف احمد بلال، هذا من اصدار دار اللي هي مكتب العربي، مكتب التعاون الخليجي. أي. كتاب جدا جميل، تقديم سعيد موليس، دكتور سعيد موليس. أي معروف. هذا من الكتب الجميله جدا انا وانت. جميل. كتاب مصاغ بطريقه رائعه، ممكن تستفيد منه الام، الاب، يستفيد منه الاسره كلها. انا انصح الجميع بالتعرف عليه لانه يتعرف فيه على نماذج الاتصال. يا سلام. في نماذج الاتصال امر مهم جدا ان نعرف تماما ان عمليه التفاوض كلها تتم وقت الانصات. المفاوض الجيد هو من يستطيع ان يسكت حديث الذات ويستمع الاخر. في عندنا شيء مهم اخر اللي الحب الغير مشروط. احنا اشكاليتنا في تفاعلاتنا احيانا ان حبنا لابني او حبي لزوجتي او حبي لمن حولي هو حب مشروط. إذا فعلت لي كذا فأنا سأحبك وبالتالي سأستمع لك، إذا لم تفعل لي هذا الأمر فأنا قد لا أستمع لك. جميل. إذا صار عندنا الحب هو حب أساسي، أحبك لذاتك. جميل. أحبك لأنك أنت أخي في الإسلام. جميل. أحبك أتفاعل معك، عندها سأحترمك وبالتالي سيحصل معي عملية السماع الكامل. جميل. أنا أضيف دكتور هذه حتى إذا أنت يعني أحيانا قد تكره سلوك عند الإبن، فما تقول أنا أكرهك، أنا أكره السلوك هذا اللي أنت سويته. صحيح. حتى تفصل بين الحب اللي هو الغير مشروط للابن بكره للسلوك فقط اللي هو يقوم فيه
وليس لذات الابن او لذات الشخص الذي قام ولذلك الخطأ. ولذلك لو لاحظنا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر قصتين، واحدة في الإنصات وواحدة في عملية أنه نحن ننتقد السلوك ولا ننتقد. طيب دكتور سريع. أنا بأرجع لك على هذه القصتين بس أنا قطعك، عندي اتصال الأستاذ فيصل. حياك الله أستاذ فيصل، معنا أبو يوسف؟ معنا الأستاذ فيصل ولا؟ طيب الأخت مشاعل، أخت مشاعل حياك الله. أخت مشاعل معنا على الخط. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخت مشاعل، يعطيك العافية. تفضل إذا عندك مشاركة عن فقرة الإنصات أو سؤال. تفضل. عندي سؤال عن المحور الأول دكتور. طيب. يعني أنا مثلا حدث يعني حصل معايا حدث مفرح وبعد فترة حصل عندي العكس، يعني يصير عندي تبلد في المشاعر. إيش يعني مثلا التبلد؟ إنه أنا ما خلاص ما يصير عندي شعور، لأنه مثلا يعني جزي حل خلاص يصير شعوري طبيعي مش متبلدة، يعني خلاص أصير ما أستوعب شيء، يعني مثلا خاف يعني حصل عندي التناقض في الأحداث خلاص يصير عندي تبلد في المشاعر. جميل واضح. الطريقة مثلا المناسبة اللي أنا أسويها ويعني مثلا أصير عادي يعني أستوعب هذا الشيء اللي أنا حصل. واضح أخت مشاعل، يعطيك العافية. ستسمعين الإجابة بإذن الله على السؤال. عندنا الأخ أحمد من النماص. أخوي أحمد حياك الله. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. تفضل. كيف سيطر على شعور شخص في حال غضبه؟ أنت تسيطر على شعور شخص آخر. أيوة. جميل 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 أخوي أحمد، تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل. طيب يمكن سؤالين أنا ودي إما أنك ترى نجيب عليها بشكل سريع أو أن ننتقل إلى القصة وبعدين نجيب عليها. أنا أولا يعني هي أصلا بتكون من القصص، الحمد لله أنها بتكون معنا في القصص نفسها. طيب جميل. بس نقول القصة سريعا جدا عشان نربطها. طيب. سأرجع للأستاذة مشاعر والأخ أحمد. طيب. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استمع للوليد جاءه يعني جاءه لائما معاتبا مهاجما مستهزئا صاخرا ناقرا كل يعني حديث قريش، وقال له سفهت أحلامنا مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع له ثم يقول له أفارقت يا أبا الوليد؟ إذن لاحظ الاستماع، لاحظ الإنصات، أفارقت يا أبا الوليد؟ إذن أعطاه فرصة أن يتحدث حديثا من كاملا. صحيح. هذا مبدأ أساسي عندنا في الإنصات. الأمر الثاني في نقد السلوك ولا ليس نقد الشخص، في حادث حاطب بن أبي رتع رضي الله عنه، حاتم بن ربطة صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كتب لكفار قريش يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة لفتح مكة، عندما يعني حضروا حاتم عمر يقول إذن لي يا رسول الله أن أقطع رأسه، لقد نافق حاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يستمع له يقول له ما حملك على ذلك يا حاتم؟ يعني بمعنى سلوك حاتم منتقد لكن حاتم محترم له تقديره. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال حاطب إنما أردت أن يكون له صنع عندهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدراك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. إذن مهم جدا أن ندرك أن الشخص في حد ذاته مقدر، إنما السلوك نحن نختلف معه إيجابي سلبي. الأمر الثاني إذا رجعنا إلى أمور الأستاذة يعني مشاعل كلامها جميل، تقول إحنا في الحياة تحصلنا صدمات سريعة أحيانا. جميل. يحصل عندي موقفين متضادة، واحد مفرح واحد محزن، فيحصل عندي نوع من الصدمة فيحصل عندي نوع من التبلد، يفقدني بهجة الحياة وبهجة القدرة على إدارة الشعور. نقولها أستاذة مشاعر نعم هذا شيء طبيعي، الإنسان خلق في كبد أصلا، فالإنسان تحصل عنده مشاعر متضادة، يجب أن نتعلم كيف نستطيع أن نجعل الحياة بهجة. جميل. ومن بهجة الحياة أمرين، واحد أن نتعلم كيف نستطيع أن ندير مشاعرنا، رقم اثنين أن نولد أفكار إيجابية. هناك تقنية أتمنى منها تبحث عنها اسمها تقنية تحطيم الرابط السلبي. جميل. وتقنية أخرى تسمى تقنية دائرة الامتياز. جميل. كل ما عليها أنها تستخدم هذه التقنيتين. ممكن هي بعد كانت تركز بعد تقول أني أنا والله في شيء في البداية يصير عندي شيء مفرح بس بعد فترة نفس الشيء يحصل ما عاد أشعر بالفرح تجاه هذا الشيء. يعني احيانا ممكن وهذا شيء طبيعي عند الانسان، انت لما تشتري سياره جديده، لما تقتني ساعه جديده، لما تقتني اي شيء جديد تجد انك تفرح فيه فتره معينه وشيء جديد و بعد فتره يصبح الشيء عادي، وهذا اتوقع انه يعني هو شيء طبيعي عند الانسان، يعني انه والله في الحياه انه والله احنا لازم نتعلم نبسط قوانيننا. تذكر زمان
كنا نفرح باشياء بسيطه، لما كنا صغار كان اذا اعطونا حلوه نفرح بها، لما نروح المدرسه ناخذ الوجبه حق الطابور نفرح بها. اليوم عقدنا احنا، عقدنا يعني شروط الحصول على الفرح. صحيح. وبالتالي نرجع نبسط من؟ يا سلام. يعني نبسط قوانين حصولنا على من؟ على الفرح. كل شيء سعيد سيشعرني بالفرح لو كان صغير. صحيح. لو كان بيالة شاهي. مجرد اني استطيع ان افتح عيني اليوم فيجب ان احمد الله سبحانه وتعالى عليه، غيري لم يفتح عيني. صحيح. احرك يدي هذا نعمه. صحيح. هذا ركز عليها وين داير لما كان يتكلم عن الانسان، يعني هو غير مسلم بس يقول انا اقوم الصباح اول شيء احمد الله عز وجل، اقول يعني اشكر الله شكرا للرب اني انا اليوم قمت وانا سليم وانا معافى. صحيح. يعني هذه نعمه، انت لما تشعر بهذه النعمه استشعر بسعادة غير عادية. نعم. ولذلك في كتاب توم ريدل اللي هو 5 عوامل الحياة ناجحة ذكرت شيء غريب، تقول ركبت، هي أمريكية، تقول ركبت في المترو فجهدت شخص عنده كل الغنى، لبسه وبدلته جميلة وعنده خاتم من الذهب، يعني أنه غني جدا، وساعة من رولكس ذهبية، لكن الحزن والألم كله في عيونه. فتقول لم أستطع أن أفسر شيء إلا أنني قد قرأت آية عند المسلمين تقول هاكم التكاثر. إحنا اليوم أشغلنا لهاكم التكاثر، صرنا نتكاثر في أشياء كثيرة، حتى في الفرح صار لازم عندي أشياء كثيرة حتى يحصلني الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بيته؟ صحيح. ما هي الأشياء اللي كان عنده؟ ما هو طعامه؟ كيف يمر عليه الهلال والهلالين؟ كيف يشعر بالفرح؟ صحيح. مع أصحابه، إذا لازم نبسط قوانين الحياة للفرح. بالنسبة للأخ أحمد، السيطرة على سلوك الشخص الآخر، هذا الأمر يجب أن نتعلمه. طيب بشكل سريع دكتور، بسرعة سريعا، لازم يكون عندنا قدرة على التوافق مع الشخص الآخر، أتوافق معه، ثم بعد ذلك يحصل عندي عملية نسميها عملية الإدارة لهذا السلوك، أتوافق ثم أدير السلوك. يا سلام، يعطيك العافية. عندنا مداخلة الأستاذ فهد العطلة، حياك الله أستاذ فهد. أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ علي. يعطيك العافية وما قصرت، يسعدنا اتصالك ومشاركتك معنا اليوم لتثري هذه الحلقة بمداخلتك الرائعة، تفضل أستاذ فهد. الله يحييك ويبارك فيكم. أولا أرحب بك وأرحب أيضا بالدكتور محمد. وصلى عز وجل ولكم التوفيق والسداد. الله يحفظك. بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله. نردنا أن نتحدث عن الإنصات، ولعل الدكتور محمد بدأ في هذه التقدمة المباركة في الإنصات، لعل يذكر بعض الصمات البشرية التي يستطيع فيها الإنسان أنه ينمي فن من فنون يعني التعامل مع الآخرين وهو الإنصات. إن أنصت الإنسان إنصاتا جيدا استطاع أن يبني علاقات إيجابية. أعني بذلك لو كان يعني المتحدث كبير في السن، عمره قريب 60 أو أكثر من ذلك، يتحدث لطفل أو شاب عمره أقل من 20 سنة، فبدأ هذا الشاب يعني يوصف إنصاته جيدة، إذن هو سيبني علاقة يعني قوية جدا مع هذا الرجل الكبير في السن. فيستطيع الإنسان يبني علاقات إيجابية مع الكبير ومع الصغير ومع الذكر ومع الأنثى، يعني استنادا لهذه المهارة وهي مهارة الإنصات. احيانا الانصات سبحان الله يعطي الانسان يعني شيئا من التفاؤل، بمعنى لو بدا يستمع الى مشكله معينه انصت، فيبدا هنا يتامل ان الله عز وجل يستطيع ان يحل هذه المشكله، هناك حلول معينه، هناك اشياء، يستطيع ان يفكر بايجابيه. لا، اذا بدا يتكلم اذا هو اضطر انه يغضب، ممكن يعني يتذمر، ممكن يفعل اشياء سلبيه. من الاشياء في الانصات، احيانا الانصات هو يفتح باب للتفاؤل، وأنا ودي أن الدكتور محمد يعلق على هذه الجملة، أن الإنصات أحيانا يفتح باب كبير جدا في التفاعل. لو ضربنا مثالا، إنسان يتحدث مع شخص معين يقول أنت لا تستطيع أنك تعمل كذا، أنت غير قادر أنك تعمل بهذا الشيء، فينصت هو الآن لحديث هذا الرجل ويبتسم، ثم هذه الابتسامة وهذا الصمت وهذا الإنصات الجيد المتفاعل، أنا أظن إن شاء الله تعالى سيفتح المسارات كبيرة جدا في التفكير الإيجابي. أختم حتى لا أطيل عليكم، أحيانا يعني من مهارات الإنصات كما في قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق، ما سمي صديق إن كان في قصة الهجرة وهي معروفة، لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم صدقت أحسنت، فهذه العبارة لما كان يصدق، إذن هو كان ينصت إنصات جيد. أبو بكر استطاع أن يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قد نقول عن طريق الإنصات الجيد. إذن يستطيع الإنسان أن يقرب من الناس، يستطيع أن يبني علاقات، يستطيع حتى أن يحل المشاكل، يستطيع أن يبني علاقات إيجابية عن طريق الإنصات إذا كان هذا الإنصات يعني جيد. أنا ما ودي نطيل عليكم صراحة، وكلام الدكتور يعني محمد يعني جميل، صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد. الله يحفظك أستاذ فهد، أنا شاكر لك هالمداخلة الجميلة الرائعة، وهذه لا تكفينا في برنامج كوكتيل، لكن إن شاء الله يعني تكون معنا ضيف هنا في الاستديو بإذن الله، حتى يعني نأخذ وننهل من
يعني المعرفة التي لديك ونتناقش بشكل أكبر. أشكرك على هذا الاتصال وعلى هذه المداخلة. دكتور يعني يمكن أثار الأستاذ فهد عدة نقاط في الحقيقة، يعني ذكر حاجة أنا يعني علقت في ذهني بالإنصات أحيانا، أنك أنت ما تحتاج جهد كبير لكنك تؤثر فيها بأشياء، تحل مشاكل، تعطي الآخرين حب، تشعرهم بالأمان، تشعرهم بمشاعر يعني رائعة جدا من خلال لا شيء، من خلال جهد صفر زيرو على قولتهم، لم تقل شيء بس أنك أجدت فن الإنصات. صحيح. أولا أنا أشكر الأخ فهد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني على مداخلته جدا قيمة ورائعة، واختصر علينا كثير في هذه الحلقة، وصل الفكرة بشكل جيد. الله سبحانه وتعالى خلق لنا أذنين ولسان واحد حتى نسمع أكثر. إحنا دائما لاحظ أن إحنا كثيرا ما نمارس أسلوب الحديث، لكن نادر ما نمارس أسلوب السماع، لكن أكثر الناس يستمعون لهم أصدقائنا المقربين. إحنا لاحظ دائما إحنا نحب الصديق اللي يسمعنا، اللي يسمعنا ونقدر نتحدث معاه ويتحاور ونشعر بالاحترام والتقدير. عندما أتحدث مع شخص أنا أحدثه بأنه هو يحدثني في نفس اللحظة، لا أشعر بالتواصل، لا أشعر بالاحترام الكامل، لكني أشعر بالتقدير أكثر، أنه يسمعني، يفهمني، يتواصل معي. وذلك الاستماع والإنصات تحديدا هو مفتاح تغيير القلوب. يا سلام. إذا أردت أن تغير يعني قلب شخص ما، اسمعه أكثر. ثم أنه الإنصات يعطيك فرصة لتغيير افتراضات المسبقة الموجودة عندك. احنا ندخل في كل عملية اتصال ادخل بافتراضات مسبقة، لكني عندما انصت انا الان استطيع ان احلل الحالة اللي احنا موجودين فيها. فنقول انا قادم من البيت وعندي افتراضات الان عن الدكتور علي، ولما جلست معك وبدأت استمع لك وانصت فعلا، انا الان اعيد مرة ثانية هندسة الافتراضات عندي المسبقة. صحيح. وبالتالي كلما استمعت اكثر كلما استطعت ان تجمع معلومات اكثر. سلام. ثم انه ذكر الاستاذ فهد كلام جميل جدا، انه اثناء حديثك قد انا وانا انصت قد ابتسم، قد أعطيك تلميحات بجسدي تشعرك بثقتي أكثر، وترسل لك رسائل أثناء الاتصال. جميل جميل جميل. أنا قاعد وأنت تتكلم يا دكتور يعني جالس أفكر أنا في بعض الناس اللي يعني ممكن هو ما يعطيك حتى الفرصة أنك تكمل حديثك، يعني هو يستبق أنه والله أنا فاهم الفكرة اللي عندك، أن تقصد كذا، يعني على طول يذهب إلى هو يكمل الفكرة عنده ويبدأ في النقاش ويتحاور معك. يعني الأشخاص الذين يستمعون بشكل أكثر تجد أنهم يتسمون بالحكمة، حتى يعني لما يقول الكلام يقول درر، يختلفون عن الأشخاص الآخرين اللي هو والله دائم مستعجل يبغى يسمع ثلاث كلمات ويطمر على طول على اللي يسمونها النهاية والخاتمة، أني أنا فهمت كلامك وش تقصد يعني عشان ما تضيع وقتي، أنت تقصد كذا كذا. يا حبيبي اسمعني خلني أكمل فكرتي، لأنه يعني أحيانا مشكلتنا في كثير من النقاشات في العمل في الأسرة في أشياء كثيرة أن الطرف الآخر ما كمل فكرته، ويمكن هو في الأخير يأتي بالكلام اللي أنت تريد تقوله. نعم. الإمام مالك كان محدث الزمان في وقته، وكان رجل كبير ويأتون الناس للاستماع له. فالإمام مالك يعني أحيانا قد يستمع إلى شخص ما يعرف، الإمام مالك يعرف الحديث وهو ممن روى الحديث، ولكنه يستمع الحديث. فزوجته تسأله تقول له يا إمام يعني أنت تسمع الحديث وقد سمعته؟ قال لها والله إن الرجل ليحدثني بالحديث وأنا قد سمعته قبل أن تلد أمه، إنما تقديرا لحديث رسول الله. اللهم صل وسلم. إذن لاحظ هذا العلم، هذا الشيء اللي جعل عندنا إمام مالك، أنه الاستماع، أن نستمع أكثر. لما نلاحظ علماءنا، علماء المسلمين أكثرهم عندهم قدرة على الإنصات والسماع، لأن الإنصات والسماع سيساعدني أكثر أن أجمع معلومات، وهو أساسية في التعلم. في نموذج جنثيال اللي هو نموذج التعلم، احنا عندنا الان ثلاثة اهرام، هرم معرفي، هرم وجداني، هرم سلوكي. اول شيء في التعلم في الجانب الوجداني هو جانب الاستماع. اذا كنت انا طالب الان ابغى اتعلم، اني اول شيء ان استمع، فاذا استمعت سيحصل عندي الان استجابه، وهذه الاستجابه ستولد عندي الرغبه في التعلم. في دوراتنا احيانا يحضر عندنا بعض الاخوه ما يبغى يستمع، فكيف سيحصل تعلم؟ يعني من اول دقيقه يقول انا اعرف، فإذا قال أنا أعرف وبدأ يقاطعك وبدأ هو لأن يطلع ما عنده معلومات لا يحصل عندنا التعلم. ولذلك المتعلم الجيد مستمع جيد. يا سلام يا سلام. حتى يعني يقول لك العباقرة دائما لا يهتمون بالنقاشات الجانبية، ويعني أنا أقول وأنت تقول، هو يستمع معاك، هو يفكر دائما في النتائج فيما بعد. يعني دائما أنا أقول الحكمة، يعني الناس أصحاب الحكمة تلاحظها في الحياة، أصحاب الحكمة هم الناس في الغالب يستمعون بشكل يعني هادئ، ويستوعبون، يسمع من الكبير من الصغير، يسمع من الفراش، يسمع من المدير اللي أكبر منه، تجد أنه عنده مهارة في جمع المعلومة، ولذلك هو يستفيد منها، عنده مخزون كبير من الحكمة. نأخذ عندنا اتصال.
عندنا الدكتور وليد. السلام عليكم دكتور وليد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في هالبرنامج ونشكرك على هذا الاتصال والمشاركة معنا يا دكتور وليد. حياكم الله. حياك الله يا دكتور علي. الله يحفظك. حيا الله دكتور محمد ضيفك عزيز الغالي. الله يحفظك يعطيك العافية. لعلك تدلي بمشاركتك يا دكتور وليد. بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل الإنصات فن من الفنون وصناعة مفيدة في هذا الزمن اللي هو زمن المعرفة. فقد تكاثرت علينا كثير من المعلومات فكيف نستفيد منها؟ ولعلي أتقدم بقول الشاعر إن بعض القول فن تجعل الإصغاء فنا، وكذلك تكون كالحقل يرد الكيل للزارع طنه. فكلما كان الإصغاء جميل، كلما كان الإصغاء بانتباه، كلما كان الإصغاء بقلب واعي، بإذن الله سيفجع بشيء كثير. ولم أكن يعني مستمع لبداية الحلقة، ولكني سأشارك ببعض الأشياء لعله ينفع بها. تفضل دكتور وليد. بس أنا ودي بس الوقت لأنه يداهمنا في نهاية الحلقة، لو تكون بشكل جميل. سريع. جميل جدا. لعلي أعرج على أحد المقاييس التي تكلمت عن بعض الأدبيات، وهو مقياس مهارات الإنصات. نجد أن مقياس مهارات الإنصات جعل الإنصات له 6 مهارات، هي الاستماع والاستفتاء والاستيعاب والتذكر والتقييم والإجابة. ولكي يكون إنصاتنا فعال، لعلنا نأخذ من نفس المقياس. هذا المقياس طبعا للمعلومية هو عبارة عن 30 عبارة، وهذه العبارات هي تقيس عند الشخص عندما يطبق هذا المقياس مدى تفاعل مع هذه المهارات 6. جميل. عندما نبدأ بالمهارة الأولى وهي الاستماع، ولعلكم تحدثتوا كثيرا عن الإنصات والاستماع والفرق بينهم، ولذلك لن أدخل في هذا الجانب. ولكن عندما يكون الاستماع مناسب وجيد، عندما يكون المستمع لا يقاطع، عندما يكون المستمع يأخذ المعلومة بكل روية حتى يصل إلى فهمها الكامل، فتبدأ المرحلة بعدها. إذن عندنا المهارة الأولى في الاستماع أن يكون مستمعا جيد لا يقاطع من يحدثه. سيكون بعدها الاستفسار، هل أنا عندما سمعت هذا الكلام فعلا وعيته فهمته كاملا أم أستفسر؟ وهذه هي المهارة الثانية. جميل. ولذلك يأتينا الاستيعاب بعدما تتضح الرؤية والصورة من الكلام الذي سمعته من المتحدث المقابل لي. فبعد الاستيعاب يبدأ الشخص يراجع ما بداخله من معلومات ويتذكر ما يتناسب مع هذا الكلام من ردود مناسبة، من تفهم، من إيضاح، من تبسيط معلومة. فإذا تذكر ما يتناسب هذا الحديث الذي بينه وبين المرسل أو الأخ المقابل، يدخل في قضية التقييم. ما هي العبارات، ما هي الجمل، ما هي الكلمات، ما هي القضايا التي تتناسب هذا الموضوع، ثم بعدها تكون الإجابة. جميل جميل. عندما تكون الإجابة سنجد أن وصل المتكلم والمستمع إلى فهم عالي راقي جدا، تكون فيه الإجابات الشافية الوافية. وهنا مكمن الخلل يا شيخ. جميل. مكمن الخلل في كثير من العلاقات، في كثير من الاتصالات، في كثير من الحوارات، في النقطة الأخيرة، وهي أن كثير من الناس يقفز إلى الإجابة قبل أن يفهم ما هو الحديث. جميل. وبهذا فعلا تكون عندنا مشكلة كبيرة جدا في التواصل الاجتماعي بين كثير من الناس. يا سلام. أنا أشكرك يا دكتور على هالمداخلة. الله يجزاك خير. يعني يمكن لضيق الوقت يعني أن نضطر أن يعني البرنامج يعني أزف على الانتهاء. أشكرك على هالمداخلة الجميلة الرائعة وعلى هالنقاط يعني اللي ذكرتها بشكل مفصل. أشكرك دكتور على المشاخلة. شكرا هالمداخلة. شكرا حبيبي. شكرا لك دكتور محمد. شكرا للجميع. الله يحفظك يعطيك العافية. دكتور أنا يعني في الأخير صراحة عندي كذا نقطة، ويمكن عندك تعليق، لكن المخرج مصر إلا أن ننهي الحلقة هذه. أنا ودي في نهاية الحلقة هذه أن نمارس الإنصات إذا كان أحد يعني والديه يعني على قيد الحياة. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمرهم، أما إن كانوا يعني قد توفاهم الله فصلى الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم وتغمد واسع رحمته. أن نمارس هذا الفن، فن الإنصات مع الوالدين. الوالدين إذا كبروا في السن
يبدأ يعيد عليك بعض القصص القديمة يكررها مرة مرتين ثلاث، بين أنك كأنك تسمعها لأول مرة، كأنه أول مرة يقولها لك. تفاعل معهم بكل ما أتيت يعني من معرفة وإدراك وقوة، لأن هذه يعني هذا التفاعل والإنصات هو نوع من البر، فتجد أن الوالد أو الوالدة يعني ينشرح صدرهم لهذا الإنصات وهذا التفاعل معهم كأنك تسمع الحديث لأول مرة. أنا لا يسعني يا دكتور يعني إلا أن أشكر المشاهدين وأشكرك مرة أخرى على الاستضافة هذه، الحضور معنا في البرنامج التي أثرت في الحقيقة يعني محاور عدة، ويعلم الله أني أنا استفدت بشكل كبير من هذا النقاش المثمر، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به يعني المشاهدين وينفعنا به، يعني أن نستطيع أن نمارس هذا العلم في حياتنا اليومية وننال من الأجر من الله عز وجل عليه ونحتسبه عند الله عز وجل. كلمة أخيرة دكتور قبل ما نختم. أنا أولا أتقدم لك بالشكر الجزيل وتقدير جل دكتور علي، يعني كانت الحلقة مثيرة بمداخلاتك أنت الرائعة. الله يحفظك. وتقدمت بالشكر الجزيل والتقدير أجله لكل يعني من شارك معنا في طاقم فريق العمل هنا في الاستديو، وأيضا لجميع المشاهدين اللي شاركوا معنا، والإخوة في الإعداد إعدادهم متميز جدا اللي كان معنا، وأيضا للإخوة في الإخراج. الله يحفظك. أيضا في نهاية هذه الحلقة أقول لجميع من يسمعنا في هذه الحلقة، اختر لحياتك حياة طيبة. يا سلام. اختر أجمل نظارة، فسر أفضل تفسير، واستمتع بالحياة. الحياة رحلة، وجنتنا تبدأ من هنا من الدنيا تنتهي في الجنة الآخر. لن نشعر بالراحة الأبدية إلا إذا ضعنا أول قدم في الجنة. فخلونا من الآن نستمتع بحياة طيبة، وخلونا دائما نقول يعني سبحان الله والحمد لله، ودائما نذكر الله سبحانه وتعالى في كل موقف معنا، وتذكروا دائما أن النجاح يبدأ من الداخل. يا سلام. أنا يعني